مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل يملك الكثير من المعرفه والوعي الصحي والتثقيفي الخاص بالامراض المتعلقه بالقلب وذلك من خلال معرفه اعراض امراض القلب وما اكثر الامراض التي تصيب وظائف القلب بخلل كامراض اضطرابات النبض او مشاكل بالصمامات او تلوث القلب او هبوط عضله القلب او اعتلال القلب او بعض المشاكل الخلقيه بالقلب او بعض العوامل الوراثيه الكثير من الامراض التي تصيب القلب والكثير من الاعراض التي تتشابه كيف نفرق بين عرض وعرض اخر بشان امراض القلب ولكن ما الفرق بين اعراض امراض القلب واعراض اخرى مشابهه لها لامراض تصيب بعض اجهزه الجسم الاخرى والاهم كيف نتعامل مع اعراض امراض القلب بسرعه وبدقه شديده ما دور المريض؟ ما دور الطبيب؟ ما دور المحيطين بالمريض؟ واخيرا ما هي طرق الوقايه والحفاظ على قلب سليم يقوم باداء دقيق وسليم ايضا؟ هذا احبائي ما سوف نحاول تغطيته مع الاستاذ الدكتور جميل فرج اخصائي امراض القلب وايضا استاذ الطب بجامعات امريكا. دكتور كميل اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك يا اخت مرت وبالمشاهدين اللي بشتاق لهم باستمرار امين امين النهارده ربنا يستخدمك شكرا فعلا تكون بتقدم امور تفيد كثيرين وما اكثر من يئنون من القلب وامراض القلب وفعلا بنتوقع ان النهارده ناس كتير يكون عندها بعض التساؤلات وتجد رد على كل تساؤل بيدور في اذهانهم علشان كده احبائي سعداء جدا ان احنا نتواصل معاكم من خلال الشاشه ولكن ايضا عبر الهاتف حتى نسمع كل ما لديكم من استشارات طبيه تخص هذا الشان اعراض امراض القلب ولكن قبل هذا وذاك تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمه

يشفيني يسوع المسيح وغير المستطاع يصير في اسم يسوع بالايمان ده يحصل ان كان عن طريق لمسه قويه مباشره من شخص الرب يسوع او عن طريق وسيله اوجدها الرب يسوع عن طريق الطب يحصل شفاء في اسم يسوع عن طريق لمسات قويه منه يحصل شفاء باسم يسوع لكن المهم في هذا وذاك الايمان والقلب اللي جاي بثقه وايمان يقول له فعلا لو مس... لو مسست هد ثوبك في اسم يسوع اخد شفاء شفاء كامل شفاء جسدي شفاء نفسي شفاء روحي دكتور كميل مره تانية اهلا بيك أهلاً فعلا مشاهد. بننتظرك واكيد حبايبي المشاهدين منتظرينك امراض القلب كتير لكن النهارده هنشوف امر جديد انه بعض الامراض يصدر عنها او ينجم عنها بعض الاعراض اللي بتتشابه مع اعراض كتير فكل حد النهارده عنده ألم في مكان ما هو بينسبه للقلب ازاي النهارده نفرق بين اعراض امراض القلب لكن كمان اعراض امراض القلب واعراض لامراض اخرى بتصيب اجهزه تاني وبيختلط علينا الامر ونخاف ونترعب ونقول بس هناك خلل بالقلب تفضل ده موضوع لطيف و أتمنى أنه ينقسم إلى جزئين <applause> والجزئين هتكلم عليهم مع بعض مش هفرقهم قوي لكن هم جزئين الجزء اللي يرتبط بمهارة الطبيب والجزء الذي يرتبط بمهارة المريض <applause> مهارة المريض أنه يصف الوجع اللي بيجيله أو الأعراض اللي معاه يصفها وصفا دقيقا. فأنا يعني بأعجب كتير بالمريض اللي يحس بكل حاجة في جسمه ولما يلاحظها ويلاقيها مختلفة عن الطبيعة عن حياته الطبيعية بيعرف دي مش مفروض تكون هناك. الوجع ده شكله مش مفروض فالإنسان اللي يبص بحرص ويعرف وفي فرق بين يبص بحرص ويبص بخوف. وكل حاجة تحصل يعمل لها إيه يكبرها فعاوز أقول دي مهارة فهنساعد في البرنامج ده بقدر الإمكان أن نتكلم عن الاثنين مع بعض فلما تكون المريض عنده هذه المهارة والمقدرة في التعبير سيساعد الطبيب الماهر في التشخيص أنه هو يسأل الأسئلة نعم. وياخد الإجابات الصح ويشخص يعني أنا في تقديري وأنا درست القلب من سنين طويلة في تقديري ومعاملاتي مع انه الطبيب يستطيع طبيب القلب الماهر يستطيع أن يشخص يمكن أكثر من 95% من أمراض القلب من الأسئلة من الأسئلة اللي من الحاجات اللي بيرد عليه الأسئلة اللي بيسألها الطبيب والمريض ردوده اللي هي متفقه تمام مع الوصف المظبوط ادي مثل صغير خالص كده نروح للعيان ويقول له انا عندي وجع فيقول له الوجع ده ايه يعني شكله اه شديد خالص شديد دي معناها ايه هل شديد زي مثلا جرح في الصدر ولا تقل على شوف الوصفات عاوزه تتحدد بعد كده فبالانجليزي ساعات تتقال الكلمه غلط هنا يقول لك سيفير طب سيفير يعني ايه؟ عاوز اعرف هي ديب ولا بره وتشعر بحاجات زي كده عاوز اقول المريض اللي يوصف يقول انا حاسس مثلا بتقل على صدري ده بيعبر اكتر من اي واحد يقول انا عندي وجع وجع شديد كلمة وجع شديد كلمة بالمقا... عامة شفتها مطاطة ما اصلا ان لما يكون وطبعا دي راجعه لحاجتين الثقافة مهمة جدا طبعا والثقافة الطبية اللي احنا بنعملها اللي بنعمله دلوقتي في الحقيقة فدي يعني. فدي فرصة يعني اللي اتمنى اللي بيشاهدوا البرنامج يصبروا ويستوعبوا هذه الاشياء ويفهموها علشان بعد كده لما يسالوا برضو سؤال يسالوه بالمظبوط ونبقى ايه نقدر نعمل فايده في الموضوع ده ده الحاجه اللي عاوز اقولها في البدايه ان الخلطه الحاجه الثانيه ان الاعراض بتاعه القلب في اعراض رئيسيه معناها دي بتحصل بتعبر 100% عند القلب دي لكن في اعراض تانية غير رئيسيه ممكن لو الوقت يستمد ممكن نقولها في الاخر الرئيسيه اهم حاجه وجع الصدر دي اللي بتودي المستشفيات دايما جالي وجع في صدري اطلع لحسن يكون عندك ايه ضربه قلب او هارت اتاك ده العادي وبعدها على طول دي النفس يبقى دول اكبر حاجه بيتقدموا وهم ليهم اتصال كبير بايه؟ بامراض القلب. الحاجه برضو اللي بتطلع بعد كده اللي بنسالها كتير اني عندي قلبي برفرف. عندي دقتي سريعه. ده برضو موضوع مهم وبنشوفه كتير. الحاجه بعدها وبرضو بنشوفها ما انا بقى يعني عاوز اقول بالترتيب اللي بنشوفه اللي بنشوفه تاني اللي هو فقدان الوعي الوعي أوه. المؤقت. كلمه المؤقت مهم جدا. لأن فقدان الوعي لمدة أسبوع ما علاقة ده موضوع تاني لكن فقدان الوعي اللي بيحصل فيه لحظات ويرد مرة تانية ده بنسميه بالإنجليزي سينكوب أو سينكوبي أي إغماء مؤقت إغماء مؤقت بالضبط وساعات يكون على درجات برضو هيجي الفتره الاسئله هتروح نشرح يجي يقول انا حسيت ده أدي نهائي عدم اتزان في آه آه البدايه ويشعر ويشعر انه فقد فقط البالانس بتاعه ده التوازن وبعد كده ممكن يا ينزل يا يقعد يريح روحه فده عاوزه اللي بنسميها نير سينكوبي م -م. يعني قربت ان يحصل له اغماء قربت ما حصلش لكن قربت برضو ده تدخل معنا آه بعد كده بقى في حاجات تانية زي ما قلت آه ما بنشوفهاش كتير لكن ممكن نذكرها بعدين اذا قدرنا نخلص الأولين قدرنا نخلص لان نعم. دول هم الكبار مش كده آه. ولا يعني؟ ايه؟ نعم الرئيسيين او الاكثر شيوعا آه ده اللي آه. ده نقدر نقول اكثر من 90% بالظبط يعني ف اللي بيروح المستشفى بيكونوا من الحاجات دي واغلبها المجموعه الكثيره بيكون آه وجع القلب اللي بنسميه بالانجليزي chest بين وبالعربي ايه؟ مه. وجع الصدر وجع الصدر وجع الصدر م. لما كلمة شيست صدر نعم احنا ما بنقولش وجع القلب احنا بنقول وجع ايه؟ وجع الصدر اه دي مهمة ليه؟ لأن الوجع في الحتة بتاعة الصدر في منطقة الصدر اه م. فهل يا ترى في منطقة الصدر ودي عادة تفرقة بقى هل من القلب مصدره ولا القلب, من بتاعت القلب؟ ولا من الشرايين بتاعة القلب ولا من الرئة ولا من الجهاز الع... الع... اسمه ايه ده الصدري اللي هو الع... القفص الصدري القفص الصدري من العظم اللي بيحيط ال... آه. منطقه ف... القفص الصدري شفتي بقى كل دي حاجات مم. كلها تبع الصدر مم. ولا من حاجات بعيده عن الصدر بس توصل للصدر او من البطن اللي والحجاب الحاجز ضاغط على منطقه الصدر فمسبب بعض الالم وده اللي هنذكره برضه وازاي بقى نفرق وسط ال... 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 الكميه الكبيره دي التشويش والتشابه آه. في كله بيعمل ال... وجع نعم ده بس وجع يختلف عن وجع واختلاف الوجع يحتاج إلى أسئلة مهمة جدا السؤال أولا شكله اية وبعدين الكمية بتاعته قد ايه والمدة بتاعته لما بتيجي قد ايه مهم. ومكانه هل بيبقى مكان محدود ولا بيتفرق من عنده اللي هو بيسموه ريفيرد يعني ممكن هنا ويوصل للدراع يوصل للرقبه يسمع في مكان آه تاني فدي الاسئله بقى وبعدين هل بيجي وانت قاعد ولا وانت ماشي؟ هل بيجي بعد الاكل ولا ملوش علاقه بالاكل؟ فشوفي الاسئله دول قلناهم كل بكل بساطه لازم تتسال يبقى الدكتور لازم يسال الاسئله دي وبعدين سؤال تاني طب لما بيوجعك بقاله قد ايه؟ يوم اتنين بيجي يروح ولا مستمر ده مهم وبعدين حاجه تاني لو دست على صدرك في الحته اللي هي بتوجعك بتوجعك ولا حاجه داخليه م -م. شوف كل ده اتحلت كل المشاكل ف... الاسئله دي حلتكم فالسؤال نمسك وجع القلب الحقيقي اللي عاوزين نتاكد منه هو ولا لا هو ده. اول حاجه هم هم حاجتين كبار الحقيقه او ثلاثه اقدر اقول كبار لازم يتحلوا باسرع ما يمكن فانا لا بعل يعني التدريس اللي بقوله ان اهم حاجه انت تشخص الحاجه اللي ما شخصتهاش دلوقتي العيان يموت بعد ساعه حياته. مثلا يعني لما بعد ده ساعه أي... انا عاوز اقول يعني لازم تلحقه يعني. فانت مسؤوليتك تحل ده ده من النوع اللي ممكن يموت اللي ما بسرعه والتانيين بقى تقدر تستنى تعمل فحوص وتفكر وتاخد ده وده ممكن لكن دول ده عاوز اعرف هم ثلاثه مشهورين قوي اللي يكون من القلب سد الشرايين اللي احنا اتكلمنا عليه مع بعض نعم. اللي هو تصلب, تصلب الشرايين, والشريان التاجي لما يتقفل مم. وتجي له الجلطه ودي ايه اللي بيسموها الهارت اتاك او الجلطه جلطه القلب نعم. دي واحده مهمه جدا لازم تشخص ويستحسن ان شخص في دقائق وهي دقائق 10 دقائق احنا آه. حتى بنفرض هذه العشر دقائق بنفرضها ازاي ما دام وصل للمستشفى وجع في صدره من اقل من 10 دقائق يكون لازم اعمل رسم القلب خليني معلش يا دكتور استوقفك عند الحته دي عشر دقائق من وصوله المستشفى <applause> عشر دقائق من شعوره بالالم لا انا بتكلم عن إن شعوره بالالم ما جالناش اعمل له ايه انا ما لا. انا لا احدد هذا المعنى لا انا ده لو انا بقول في حته جزئيه دورك يا مريض عشر دقائق من شعورك بالحاله دي انت لازم تتحرك او يعني المحاوطين بيك ياخدوا موقف انك لا انت محتاج لمستشفى عايز اقول لانه 10 لا. دقايق شويه بت لا اريح الموضوع ده مم. انا ال 10 دقايق بذكرها للمستشفى لسبب مم. احنا حددناه عشان تعمل رسم القلب بسرعه لكن اذا كان واحد جاله وجع وقعد 10 عش... هارت اتاك ال 10 دقايق مش كفايه لازم يكون عدى 20 دقيقه عشان اوضحها رائع لا يعني, يعني لان في اشياء كثيره تقعد 10 دقايق صحيح. وما مش من القلب فهو مم. كل 10 ده هيجري على المستشفى تبقى أيوة. مش يعني هذكر مثلا اللي بيسموه جيرد جيرد بالانجليزي اللي هو المرجع ريفلكس الاكل اللي بيرجع للارتجاع ارتجاع ده يقعد ممكن لغايه 15 دقيقه ويروح ممكن وده يحصل يبقى شكله زي بتاع القلب بالظبط نعم. لكن لو الحكايه مستمره وجات معاها بعض الحاجات اللي هذكرها مم. يبقى المستشفى، الحاجات جيب. اللي هذكرها ما دام انت سالتي عشان المريض يسمع لو جت حاجه وجاء معاها ضعف في الجسم كله وعرق جامد اه ده موضوع بقى واضح، وازاي بالذات, بالذات لو ما كانش حصلت له قبل كده، ده حتى ال 10 دقايق تبقى لها ليها اهميه كتير ده حقيقه مم. عشان يعني نوضح الـ لكن الـ الـ عشان تتاكدي انه حصل دا هيبتدي يحصل دامج او destruction حاجه في القلب بتاخد حوالي من 20 ل 25 دقيقة. م -م. لأن الباقي بيبقى في حدود ما نسميه الذبحة. والذبحة يعني ده موضوع تاني هنتكلم فيه برضو نعم. يأ. طيب يبقى ليه بنعمل في عشر دقايق؟ عشان أنا أوضح الخطورة، دي النقطة اللي بتكلم عنها. الخطورة لأن عندنا ثلاثة زي ما ذكرت هم من أخطر ما يمكن. أولاً انسد الشرايين ودي تتعرف لما يتحط رسم القلب فرسم القلب لازم يتعامل في كام في عشر دقائق في عشر دقائق والحاجة التانية بقى ان مرض يبقى الوجع واضح كأنه من القلب بس رسم القلب مش مبينه مم. ده يتعرف لما يتاخد الضغط في الايدين الاثنين وده كله يحصل في ال... ده بقى لما يحصل اللي بنسميه احنا بنسميها ديسكشن يعني مم. الاورطه حصل فيها جرح واتقطعت وتف... تقريبا يعني مم. بيسميها ديسكشن ديسكشن دي بقى خطيره جدا خطيره مم. لازم يعني بسرعه هيحتاج لعمليه او ما نعم. ماشي فدي عاوزه بقى فدي بتتعرف بالتشخيص برضه ان أنا... الله الجدع ده عنده وجع شديد في قلبه زي ما يكون هارت اتاك بالظبط لكن الرسم, الرسم مش باين مش باينه تريبة. على طول صح انا صح. ما هم ما احنا بنقول هم يعني دي حاجة المه... الثلاثه دول مهمين الثانيه دي هي كده فدي تتعرف بيه الضغط يختلف بين الايدين نعرف بعدين والاشعه هتبينها بسرعه اسمح لي دكتور حضرتك تداري. قلت الضغط بيختلف من الايدين آه. اقيس الضغط في الايدين ايوه ضغط في الايدين يعني. عاده بيكون فرق بيكون بالكتير ما بين خمسة بالكتير لعشرة مليمتر بين الاثنين ده طبيعي في الناس كلها لكن لما يزيد عن أكتر من كده يعني معناها مش يزيد يعني معناها أن الضغط اللي في الإيد اليمين تبقى أكتر من الإيد الشمال بأكتر من عشرة أبتدي أخاف بقى دي أفكر. مهمة جدا دكتور شكرا جدا دي معلومة أعتقد جديدة على ناس كتير ودي حاجة واضحة آه. لو في البيت حتى وقاس الضغط في الايد أيوة. دي اختلف عن دي ياخد بكمية أكتر من 10 ملم آه. ويكون معاها الوجع ومعاها الألم وصاحبة آه. للألم آه. لسبب إن ما دام لو في بعض الناس على مدى مرض مزمن ممكن يكون هذا الفرق لسبب مرض مزمن المرض المزمن ان يكون في بعض تصلب الشرايين في الشريان اللي رايح للايد دي يبقى مزمن أيوة. وليها برضو اعراض ما دي بقى هتجر اعراض تانية اعراضها نعم. اقول لك اعراضها بسيطه عشان نخلص منها نعم. يكون عارف من الاول كل ما يشغل ايده الشمال توجعه ويبقى داش كامبل فيها زي اللي بيمشي ويجي له وجع الصدر اسمها انجينا اوف ذا ارم نفس الوجع اللي هو ذبحه الإيد. الإيد فتتعرف بكده طريقها كده انا ما اقدرش اقدر اعمل حاجات بايدي بس لما اكتر الاقي مش قادر اعملها يبقى عرفنا انه في والحاجة الثانيه اذا كان عنده تصلب في الشرايين لا آه. بس ده حاجه مزمنه انا يعني انت بتفتحي لي الفرص لما يعني ربنا يباركك <applause> اني بتفتحي لي الفرص وبتفكريني بالحاجات اللي, اللي هي مهمه ان تتقال لا برضه. يباركك كمان يا دكتور لانها حاجه مهمه جدا آه. ممكن يكون واحد مصاب بالمشكله دي في آه. ايده والضغط بتاعها اكيد بكل آه. آه. المقاييس هيكون مختلف عن ضغط الايد دي ياخد باله لا انت عندك حاجه مزمنه وحالتك دهيت مختلفه عن اللي احنا بنحكي فيه وبالمناسبه مدام بقى <applause> مدام اشكرك بليز <عندما> <applause> كل اللي فكره تيجي في دماغك اكيد في حد في اقصى الارض عايز يسمعها احنا مغطيين العالم بتفتح يا دكتور المواضيع <تفضل> آه الحكايه دي آه بتحصل كمان في حاجه يكون الانسان اتولد بي بيسموها ريب آه <applause> الضلوع آه زياده يا ضلع زياده يا سامحيني يعني في الحكايه انا كتر خير الدنيا يعني <تصفيق> <بس>. <تصفيق> لا ده <دا> كتر خيرك جدا <applause> <applause> انك عارف الرب وعارف الاسماء عارف الاسماء بالعربي لغايه دلوقتي بعد ستين سنه او خمسين سنه بعيد <applause> <شو> عن لا كتر خيرك يا فبتكون واحده زياده وتكون تضغط على الشريان اللي رايح يعني بل. عيب خلقي موجود خلقي كده ويبان لما يكبر شويه ويبان لما يكبر. عشان هي بتكبر معاها مع الرئه وبتكبر معاها الضلع فالضلع الزياده بتروح بقسارة على الشريان الشريان بيفوق الضلوع ضلعه زياده تروح مضايقاها ضغطه على آه. ليها اسم الحكايه دي لكن خلاص خلصنا دي عشان ما ندخلش في الموضوع صح. كله صح على أشكر بعض اشكرك عشان ذكرتها لان هناك آه. عيوب خلقيه آه. فعلا آه. من ضلع زياده او ضلعة آه. ضغطه او هي تكوين شكلها كده ضاغط على المكان ده فبرضه بيسبب مشاكل والناس برضو تحس ان دي مشكله عشان يعرفوا وجع الايد مثلا ولا تعب آه. الايد ممكن يكون من كده آه. كويس طيب يبقى ذكرنا الحاجتين المهمين في حاجة تانية بقى لما يكون الوجع معاه شعور بضيق النفس الشديد ونصور لنا إحنا إن الحكاية في الرئة مش كده؟ طبعا وتعملي أشعة في الرئة وتلاقي الرئة, الرئة سليمة ده اسمها بقى دي دي الحاجة اللي اتكلمنا عليها مع بعض اللي هي الدم لم الجلطه اللي الجلطات بتروح الجلطات اللي بتروح عفريق. ودي الجلطه الكبيره بقى اللي بتتحرك بقى من الرجل آه. دي من بقى بقى تروح ما تلحقتش يعني ده وانا هذكر قصه للاسف يعني علشان اوضح هذا الامر هو واحد اعرف اخوه صديقي جدا وكان سافر مصر في مده طويله من مده طويله من أكتر اربع سنين وكان واخد مساعدات لبلده لكنيسته اللي كانت مضطهده في مصر م. وخد وسافر وراح تمتع هو كان يخدم الرب بامانه تمام يعني وهو راجع خد الطياره مستمره من القاهره لغايه لوس انجلوس ويقول ان ما وقف ما, اتحركش كتير في الطياره فلما وصل هنا اول ما طلع جاله الوجع وجع على خروجه من المطار فما قدرش جاله ضيق النفس فقعد على التل زي ما يقولوا مش اسمه أيوه التل توار برضه أيوه لغايه دلوقتي؟ ايوه قعد كده ومش قادر يتنفس. ف يعني حصلت بعد التاخر وخدوه المستشفى افتكروا عنده ايه؟ هارت اتاك. افتكروا دي ضرب مع ان ال 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 رسم القلب مش شايفة لكن ما خطرتش على بالهم. فدخلوا القسطره عشان يعالجوا القلب كانت الرئه طبعا الدم عمل عدو ومات يعني. يا. فعاوز اقول دي شوف ازاي ما خدتش اكتر من ساعتين اكيد لكن الساعتين دول وراح المستشفى لو بصوا للي بنقوله احنا بالظبط ضيق نفس سريع ومعه وجع والرسم القلب ما فيهوش فكر في دي يبقى عرفنا احنا ثلاث حاجات دول لازم على طول عشان كده انا كان زمان يعني عندي خطه وحطيتها في المستشفى كان زمان عندهم حاجه انه لما واحد يجي عنده وجع في الصدر في الـ في الـ 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 روم يطلع الدكتور ويتعاوز يتاكد ان ما عندوش ايه هارت اتاك ويدخله المستشفى عشان يتاكد ايوه لكن مفروض يعمل الثلاث حاجات دي في الاميرجنسي روم هم الثلاث يخلصهم في الوقت الواحد يخلص من دي او من دي او من دي لازم ما اول حاجه وكلها تتحل كلها في اقل معلش يا ساعة. دكتور ايه الثلاث حاجات اللي لازم يخلصهم في اوضه الطوارئ او الامرجنسي <applause> الامرجنسي <applause> <الـ أو الـ تصفيق> اللي انت بتروح عنده بتقول انت محتاج ايه هل يملك يا دكتور الدكتور المريض انه يقول الكلام ده او يطالب لا بالكلام دوت لا, دا لا وت... أنا بت... عشان كده سامحني انا بقول الكلام ده عشان مصر وعشان الشرق الاوسط هل حضرتك حكيت على حاجه مرعبه يعني هو بس قعد وتعب وراح للمستشفى كل التركيز كان على القلب وبعده خالص ان يكون في جلطه واتحركت وراحت على الرئه واشتغلت وعملت شغلها ومات ويمكن التشخيص ما حصلش غير بعد يمكن ما مات ازاي النهارده يعني المريض زي ما حضرتك قلت بتشخيصه يساعد ارجوك انا شاعر بكده انا بلفت نظرك ممكن تعمل كده بس اقول لحضرتك كويس الكلام اللي قلتيه لان لاني اعرف بس دكتوره كان الامرجنسي هنا بيعمل آه. كل حاجه دكتور بمجرد الوصول عارف دوره بس ربما ربما في بعض البلدان الاخرى آه. بيعمل الاسعافات الاوليه اللي بيها ممكن يدي له شويه حاجات بس يعني تخليه يبقى كويس ويروح او يمكن يموت قبل ما يروح فعشان كده بقول المريض هنا ليه دور او الناس المحيطين بيه أي احنا عاوز اقول حاجه كويسه ان حضرتك سالتي هذا السؤال إحنا ابتدينا البرنامج بإن بنعلم الناس آه والدكاترة كمان والدكاترة في الحقيقة اللي يعني. اللي أنا بعلم زي ما بكلم الطلبة دكاترا. اللي عند حضرتك بالجامعات بس بنوع البساطة وبنوع التواضع إذا أمكن <applause> لأن ما لأنه ده موضوع يهم حياة الإنسان طبعًا فانا ال 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 أنا بعلم <applause> المريض بيسمع وقرايب المريض بيسمعوا والدكتور بيبقى النقطة إن الدكتور يمكن بتاع الإمرجنسي روم yeah. ما يكون مشغول بحاجات كتيرة وتعدي عليه حاجة ودي حاجة إنس... وردة أنا... وردة إنه ده أنا عاوز أقول إني أنا ب... ب... نحط التعليم عموما عشان كل الناس تفهم و... وبعدين بعد كده بقى نتمنى إنه ما دام بتزيد الثقافة والمعرفة يزيد هيقل الوعي ويقل الحالات الاصابه دي حضرتك قلت ربما الدكتور بيتوه او بيبقى قدامه حاجات كتير بيدور فيها ويمكن علشان يوصل للحقيقه بياخد وقت وبرضه المريض ممكن باجاباته الغير دقيقه آه. يتوه الطبيب بالزبط. ويبعد نظره عن الهدف بالظبط بالظبط يا اخت مربد ده الكلام مظبوط فاحنا بنوسع بن 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 مدى التعليم على انه كلنا الدكتور والط... والمريض لازم يكونوا مشتركين yeah. ف... ودي اللي هي الريليشن شيب مع الاثنين تقول لنا ثلاث حاجات تانية دكتور ذكرنا بيهم اول حاجه اللي <applause> هو حتى اللي جاي دلوقتي دج... بيفتح او بيسمح حالا جلطة في الشريان التاجي mm -hmm. اللي بتسبب الايه الهارت اتاك اللي هي ضربه القلب mm -hmm. او اللي بيسميها جل جلطه القلب yeah. والحاجه الثانيه هي انه آه الكلمة ديسكشن مش عارف أجيبها بالعربي سامحيني مش مشكلة هو خلينا نقول الإصطلاح بتاعها الأورتاي هو معروف ديسكشن أوف ذا أورتا يحصل فيها الجرح وتت وتت اسم وتت يعني يدخل فيها الدم وتنفجر وحضرتك قلت أن دي وفاة دي محتمة دي دي يعني في الحال دي, دي وفاتها خمسين في المية حتى ساعات بالعملية حتى ساعات بالعملية دي خطيره تقصد ايه بالعمليه ده؟ يعني حتى لو حل خدو في العمليه احنا نعمل عمليه؟ اه يعني لاني ممكن تكون بعد ما اكتشفتيها تكون خلاص وصلت ان العمليه يعني. تكون صعبه كمان يعني. يعني. فعاوز اقول من غير عمليه هي 100% تقريبا قرب ال 100% 100% وفاه اه تقريباً. لكن في محاوله إنه يجدوا حد يعني عاوز اتكلم على العموم لكن في طبعا في المستشفيات المحترمه والذكاء في علاجات يعني ممكن يعني مثلا مستشفى فيها عمليات القلب الشهيره زي مثلا واحد زي الدكتور مجدي يعقوب دي بالنسبة له حلها يعملها بكل بساطة ليه؟ عنده الـ 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 كل الحاجات المحتاجة من, من الأدوات اللي بيستعملها وفي نفس الوقت عنده والتقنيات المهارة اللي تقدر المهارة دي عاوزة مهارة لأن دي خطيرة أنا طبعا لو حصلت في البداية على طول بتبقى النتيجة أحسن لو حصلت بعد ساعة ساعتين النتيجة أقل لما بيكون لأنها بتتفاقم مش بتقعد في مكانها بتدخل مم. وتنزل حوالين القلب ليها شغلانه يعني لا نحتاج ان نتكلم عنها في بس يا. يعني, ندي الفكره العامه مم. الحاجه الثالثه قلناها اللي هي جلطه الدم اللي تروح للرئه ودي للاسف ودي كتيرة. نقدر نتكلم فيها طبعا احنا عارفين ما فيش لزوم انا ذكرت المره اللي عن يا. بنتي وما يا. عنديش شعيب انك انا ما بحبش اتكلم عن حد ثاني من فضلك على بنتي اه مم. ونشكر ربنا ان شخصناها ونشكر رب ان, وشكر رب إن رب شفاها وده شيء من الرب يعني نحن نشكره يعني لان صعب دي بنت صغيره وفي سن مش كبير آه. وهي كان شعرت غير متوقعه كان. وغير متوقعه عشان كده انا كنت مضطرب نفسي وان كان ربنا ارشدني بسرعه اني شخصها دي من عند ربنا لاني بقيت محتار او ازاي بنتي يكون عندها كده انا نفسي مش متوقع لدرجه ان انا ما دخلتها ما كانوش مصدقيني انا وانا بقول لهم <applause> يعني ليه لان السن وما كانش الـ يعني ما فيش اي كامل. عوامل كمان يعني تساعد آه. على انها تصاب آه. بالجلطات عشان كده مسامحني يا دكتور قبل ما نتحرك من الجزئيه دي خليني اسال ايه طالما الموضوع خطير ووارد وبيصاب بيه الكبير والصغير وكون ان الجلطه بتتحرك من الساق او من اي مكان اتكونت فيه تروح للرئه وتنهي بحياه الانسان خليني بس اسال حضرتك ايه العوامل اللي بتساعد على تكوين الجلطات في الجسم وازاي ممكن يعني نقاومها وهل الانسان يد فيها وايه التعامل معاها ازاي؟ انا عارفه ان مش موضوعي ادخل في التفاصيل بسرعة أربع بس أربع 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 حاجات, حاجات بسرعة اقولهم يقولها. اول حاجه اللي هو بيسموها تروما يعني حد تكون خبط في رجله خبطه جامده ممكن وقعد واتحط في جبس ولا بتاع ده ممكن اوكي ده حاجه عامل حاجه الثانيه مع صغيرين في السن اللي بياخدوا اقراص منع الحمل ولا سيما ان كانت مشتركه بالسجاير تحط السيجاره مع حمل بالتاكيد معرضه لوجود بالتأكيد. جلطات يعني عاوز اقول بالتاكيد يعني. لاني خبرتي بالتاكيد انا بتكلم لان شفتها في عمر ال 20 و22 شفتها في السنين الصغيره خالص يعني منع حبوب منع الحمل, منع مع التدخين البنات اللي بيدخنوا بتجي لنا وهم صغيرين اللي شفتهم كان عندهم 20 و22 والاسناف دي 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 يعني الشر الكبير لا yeah. يبقى ذكرنا والتالتة اللي احنا عارفينها ان تكون قاعد في مكان لمده طويله من غير ما تقف وتتحرك الطيران لساعات آه طويله الساعات يعني يعني لما تكون مثلا اربع ساعات مش مشكله لكن لما تكون مده زي سبع وثمان ساعات وما تتحركش يعني مش كلهم هيحصل لهم لكن هتحصل وارد حدوثها لبعض فدي الاسباب بسرعه المباشره اه فدي يعني ونقف عند كده طبعا في حاجات تانية نادره مش هنفتكر نادرة مش منها منها هشاور معلش يعني حاجه صغيره قوي حضرتك تاكد يعني ان كان يعني ده صح ولا غلط انه ان كان في عامل جيني بيقول انه العيله فيها نسب التجلط عاليه او ده موجود في الاهل فكمان وارد انه الابناء يصابوا بجلطات أه وطبعا ده في تحليل خاص للجين ما هياش مش هيبان في اي تحليل لحد يقول اه طب يعني اعرف من فين اتفضل أيوة. انا ما ردتش اذكرها لسبب ان احنا ما بنعملهاش طبيعي عشان يه. نعرف يه. لكن لو حصلت لحد نعملها بقى شفت شك؟ بقى آه لكن يا. لكن عشان كده ما رضيتش اقولها لاني مش مع مش هنعمل هذا الفحص آه. لكل الناس. مش عامه لكل آه الناس لكن اللي هيصاب لكن بجلطات اللي جات له حته جلطه زي كده لازم لازم نعمل التحليل آه دوت. عشان نتاكد ان حاجه آه. ما تحصلش وان العلاج هل لمده قصيره ولا لمده طويله؟ لمدى طويل لان يعني ده بيحدد هل هنوقف؟ هل هناخد علاج؟ بس الى مدى الحياه؟ شكرا جدا يا دكتور لا. اتفضل كمل فكرتك. احنا تكلمنا الجزء الخطير. نعم اه ف زي ما قلت من الاول آه، آه، وجع الصدر متصل يا اما بالقلب لا هنرجع بقى خلصنا الثلاثه الوحشين نعم لكن بعد كده ندبر نفكر بقى م. القلب نفسه القلب نفسه يجي وجع منه ويجي وجع من غشائه اه دي جديده محتاجين تكلمنا آه. باستفاضه فيها والسبب دي. قصه حصلت من مده وجيزه آه، لبعض اعضاء الكنيسه. Yeah. في كندا. ودخلت الست المستشفى وجع في صدرها، قعدوا بقى طب يعني هل عندها شريان ما عندها وقاعد خدت ثلاثة ايام عشان يشخصوها وهي كانت تشخص في نص دقيقه. عاوز اقول ليه؟ yeah. لان السؤال ما تسالش. Mm. التهاب غشاء القلب. مبطن للقلب. اللي بالانجليزي اسمه بيريكارديوم، mm -hmm. غشاء القلب. <applause> أنا ما أعرفش بالعربي ليه إسمه ولا لأ لكن هو الغشاء المبطن للقلب الغشاء المبطن <applause> لما بيحصل فيه التهاب غالبا هذا التهاب فيروسي يعني أغلب الحالات هو فيروسي فيروس بمعنى يا دكتور بمعنى يجي إزاي يعني يعني زي الإنفلونزا اه فيروس آه، يدخل للجسم فيروس آه، من الفيروسات دي يوصل بيب... لغشاء القلب هو هو بيجي بيحب الغشاء يعمل <applause> له يعني شغلت... يصيب غشاء القلب آه، فيأثر في غشاء القلب بس شوفي بقى ادي ادي اللي تعرف طريقه بسيطه قوي. تساليه سؤال واحد للعيان او تساليها سؤال هي كانت ست كانت لازم يسال. الوجع ده لما بتاخدي نفس وتطلعيه بيجي ويروح مع النفس. الحاجه الثانيه بيجي اوحش وانت قاعده كده ولا انت نايمه كده؟ حلت المشكله. وجع غشاء القلب مفروض انه لما اقرب كده يروح مهم. لما ارجع كده يجي ولما اتنفس يجي ولما اسكت ما اتنفسش ما احسش بيه ليه بقى مع النفس ليه بقى لانه هو غشاء القلب والحكايه فيه هو قوم انت لما بتتحركي بتخلي الغشاء يقرب أكثر يحصل لما تحصل الاحتكاك واحنا بنعرف الاحتكاك ده بالسماعه بيتسمع السماعه لما تحطيه زي كده قريب الاحتكاك وتخليه تلاقي يعمل حاجه بنسميها بالانجليزي الرب زي عارفه زي, زي 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 الجزمه نعم زي الجزمه رب اتحلت الحكايه ادي ده يتسمع بالسماعه بالسماعه بس في ساعات ناس ما تقدرش تسمعه ما يعني انا بس بوصفها عشان وبعدين اذا كان بدقه رسم القلب المفروض يبينها يجيبو. بس ساعات عاوزه بقى واحد شاطر يرى رسم القلب يعني. بس عاوز اقول في حاجات تبقى المظهر بتاعها او بس بالكلمه الانجليزي سطل يعني قليله يعني وبعدين بيختلط مع حاجات تانية يعني يتشابه في... مع حاجات تانية آه يعني عاوز اقول في النوع الغامق اللي زينا الجلد الغامق آه. بالاسبانيك الاسبانك والحالاتنا زينا رسم القلب بتاعهم فيه شيء يشبه يشبه اللي بيجيله التهاب فيه يشبه بس ايه يشبه معناها يشبه مش معناها اكزاكت مش بالظبط آه. بس عاوز اقول تلخبط فعاوز الدكتور يعرف الاعراض بالظبط الوصف اللي بنقوله ومعه رسم القلب مم. فلما يكون اعراض يعني يساعد على رسم القلب ورسم القلب اللي يتقري كويس يساعد على فهم الاعراض فالاثنين يساعدوا بعضهم ودي كلها ما تاخدش غير 10 دقائق خدت ثلاث ايام مع الست دي يا. بسبب عدم التشخيص الدقيق بس بسبب انه ما سالوش الاسئله او ما سألوش. حطوها في المستشفى علشان يشوفوا الوجع ويشوفوا يتابعوه زي يوم ويعملوا الفحوص آه. آه. طب يعني الوجع بيجي ويروح اهلك لك اه طب وجع القلب بيجي ويروح برضه لا. نفس الحكايه <applause> فع فعاوز اقول يعني ساعات تكون صعبه الحاجات دي انا مش بقول بس عاوزه مجهود عاوزه مجهود بس انا بوصف لكم الحاجات اللي بتكون يعني من السهل تشخيصها في اكثر من 90% من الحالات ودي اهم نقطه تعرف يعني. خلينا نقول يا دكتور برضو ازاي نتعامل معاها اذا آه. احنا النهارده حطينا دينا عداء مم. هنا المشكله مم. ازاي هنتعامل معاها انت مش هتقدري تتعامل هو الدكتور اللي هيعالجها اه ازاي هو علاجها بسيط ازاي إيه العلاج لا دي علاجها بسيط مم. دي علاجها هتاخد وقتها بس انت لازم عاوزه الوجع اللي هو الالتهاب ايوه والالتهاب علاجه بسيط خالص من اسبرين لنابروسين بتاع لمده كام يوم وتروح هذه كل العمليه يعني حاجة. بتنتهي انتهاء آه. ال انتهى مدة اللي اللي يعني أيام لأسبوع مثلا وانتهى الموضوع لا, لا تطيل عن ذلك آه ودي نادر إنها تصبح مزمنة تيجي وتروح أو لو ما اتعالجتش دكتور ممكن توصل لأنها تكون لا, لا. مالهاش علاج يعني دي مالهاش ما يعني علاج ما تدي إذا كانت مهما تدي علاج ما دامها قررت تيجي ودي زي ما قلت لك نادرة نادرة يعني أنا مثلا خالص. في خبرتي ما شفتش غير اثنين في السنين الطويلة اللي اشتغلتها واحدة منهم كانت دكتورة اتعلمت معايا اللي هي واحدة من الفالوس بتوعي وبتجيلها باستمرار كل يمكن ست اشهر كل سنه ولا حاجه زي كده ترجع وتيك. يمكن عشان كده ده سبب من تز من اسباب تاخير التشخيص بالنسبه للحاله اللي حضرتك حكيت عنها انها نادره او قليله او غير شائعه فما حدش عينيه بتروح عليها هو يعني بتعدي وتروح لوحدها لكن بنريح العيان بندي له يا اما اسبرين يا اما ايه يا اما نابروسين والحاجات اللي هي بتاعة الالتهابات دي وحكايه بسيطه يعني بتروح و وفي بقى النوعين اللي هو النوع اللي بيجي كل شويه ده نادر جدا جدا وفي نوع تاني بيجي معاه التهاب عضله القلب نفسها. ده ممكن ممكن ياثر مع الزمن وبرده مش مش كتيره بس ممكن ما يحصلش رجوع لعضلات القلب انها ترجع زي الاول بيحصل بعد كده هبوط في القلب. أنا طيب هل آه. الدكتور بتشوف ان في اعراض مختلفة آه. لالتهاب آه. عضلة القلب نفسها عن التهاب آه. الغشاء المبطن؟ الغشاء لوحده ما بيأثر طيب. لكن الثاني بيجي التهاب العضلة مع الغشاء. العضلة يجوا الاثنين مع بعض، العضلة مع الغشاء. عايز أقول نفس العرض ولا العرض آه. آه. لا أعراض يعني بيجي بس بيجيلها بقى يبدو أنه يشعر أن ضيق نفس ويحصل هبوط في القلب في الحالات دي. لكن انا طيب اسمح لي أنا... دكتور لما حضرتك معلش انا عارفه أنا عايز تكمل طيب. لما حضرتك بتقول تعبير ضيق النفس اه ضيق النفس احيانا يجي زي ما حضرتك قلت بعد الاكل لشعور الشخص بالامتلاء او بانتفاخ او ضغط على الحجاب الحاجز يضغط على الصدر يشعر الانسان بكده او في ممكن مثلا حاله مشكله ربو او ازمه صدريه ويعني تعدد كلمه ضيق التنفس ممكن اي امر او جهاز اخر في الجسم يصاب مرض ينشا عنه عايزين نميز اللي حضرتك وصفتها في مره علشان كده انا بقول لحضرتك دي مش عاوز التنفس أطعك. ده هي هي الاعراض الثانيه اللي هتكلم فيها بكل وسع فما <applause> بقى اسيب القلب الصدر اسيب القلب واروح بعد كده يبقى هنروح قاعد هنخليه زي ما هو هو السؤال ده اللي هنتكلم فيه عن الاعراض التاني ما احنا قلنا الاعراض الاول الوجع لسه أيوة. ما خلصناش ده ايوه علشان التنفس حضرتك قلتها عده مرات لا انا قلتها لما ف... بيبخ... ده قلت لك نادره في حاله الالتهاب ال... يعني انا ذكرتها مع الزيادات عشان أيوة. نتع... لكن معناها ما تحصلش لأن كل ال... التهاب الغشاء ده وحده بس في حالات نادره الاثنين مع بعض الاثنين بيكونوا مع بعض آه لكن لك. العاده الباقي وبيطيب ف... زي ما قلت حضرتك واللي ف... بيتكرر كله كل شويه ده نادر نادر قلت لك في 30 40 سنه شفت اتنين وانا بشوف كل فارس. يوم فيعني yeah. بدخل فيعني ف... ف... نادره يعني نادره فعلا yeah. بس ايه بقى آه احنا اتكلمنا عن وجع الصدر من ناحيه القلب mm -hmm. ومن... و... ومن ناحيه غشاء القلب لكن في وجع في الصدر لسببه اللي انا ذكرت واحده منهم دلوقتي او ذكرتهم الاثنين اللي هم اللي هم شرايين الان مين الشرايين الاثنين اللي, yeah. اللي قلنا الاور طاوي وش... خد خطورته وخطورته صعبه جدا ومميت والتاني ايه بتاع mm اللانج -hmm. اللي هو بتاع الرئه mm -hmm. اللي اسمه الشريان الرئوي الرئوي الشريان. لما يسد الشريان الرئوي بجلطة ده المشكلة الكبيرة اللي ما كنتش الحقه mm -hmm. زي ما قلت الصديق اللي راح فيها أي. يبقى يتبقى في الرئة نفسها mm -hmm. شوية حاجات اكيد عاوزين نخلص الوجع بتاع بالزبط. علشان نمشي الرئة. بالنظام م. ونخلصه كله yeah. ممكن يجيله التهاب رئوي الالتهاب الرئوي ده بيسبب وجع الالتهاب الرئوي ما بيحصلش كتير مع الشباب لكن بيحصل مع, مع كبار السن ولا سيما احنا دلوقتي بنشجع ان بيعملوا فاكسينز مخصوص أيوة. واتمنى ان كل واحد هنا خده لان المفروض. ده م. لازم لازم يتاخد التطعيم التطعيم ده مهم جدا بالنسبه للالتهاب الرئوي م -م. وبالذات اللي يكون عنده مشاكل يا اما في الصدر يا في القلب لازم يعملها لازم حضرتك لا. قلت لكبار السن يا دكتور احيانا يصاب بالالتهاب الرئوي ومفيش حتى مظاهر سخونه مفيش حراره بالزبط. حتى تاكد لينا ان دي بالزبط. التهاب رئوي. بالظبط لان مع الكبر اللي الجهاز اللي هو بيدافع الدفاعي في الجسم الجهاز المناعي بيكون ضعيف المناع مع مع الكبر ومعه برده يكون في حاجات تانية يعني ممكن هو ضعف من امراض كثيره معاه يعني لا. مش كل الكبار لان مش الكبار في خسين. كبار احسن من الصغيرين نعم. يعني فهي نعم. راجعة برده للجسم نفسه اللي, اللي اصبح مقاومه الجهاز المناعي في الجسم مناع. قويه ام ضعيفه فده حاجه لكن في برده وجع تاني في الصدر ممكن يجي مع وجع الرئه وممكن يجي انا بوضحه بقى ممكن يجي مع وجع الرئه وممكن يجي لوحده وممكن يجي مع وجع غشاء, إيه؟, غشاء الألم. الألم. ايه اسمه بلوريسي م -م. ده بقى يحس كأنه يسك... اول ما يتنفس يحس سكينة بتقطعه م -م. وما يقدرش يبقى عاوز ايه عاوز يقلل التنفس ليه بقى الالتهاء الغشاء الرئوي بيتاثر زي ما بيتقال غشاء القلب الاثنين غشائين من نفس النوع تقريبا yeah. فساعات ساعات يجوا الاثنين مع بعض وساعات يجي ده بتاع الرئه لوحده وساعات بتاع الرئه يجي مع الالتهاب الرئوي yeah. وساعات يجي مع ايه الجلطه اللي تروح للرئه لو تحركت من من الشريان الرئوي الكبير الى الشريان الرئوي الصغير وقطعت جزء من ايه من الرئه yeah. يبقى الرئه التهبت والغشاء معها يلتهب دكتور ده الغشاء البلوري ولا الغشاء أه البلوري؟ البلوري كويس ربنا يباركك ده آه يا اسمه بلوريسي ما انا yes. قلت انت عارف حلو قوي يعني ربنا يباركك انا عاوز الناس اللي عارفه الطب احسن مني لا بليز اوعى تقول كده حضرتك استاذي اسمح لي اخذ اتصال سريع <applause> اختي نيلي كاليفورنيا اهلا وسهلا بيكي حبيبتي ايوه مساء الخير مساء النور حبيبي اتفضلي انا اسمي ميري سني 52 سنه اهلا بيك يا حبيبتي كان كان عندي الغده هايبر قوي دركيه و... اه فهي كانت هايبر قوي واتاهملت وحصل لي زي اعراض وحشه قوي وسببت هارد فيلير هنتكلم في الموضوع حبيبتي سامعينك اتفضلي يا حبيبي وحصل لي هارد سيفيرز كنت باخد لدرجه ان الهارد ريت عندي كان بيوصل ل 180 والضغط كان بيبقى 220 على 158 <applause> لدرجه يعني انا كنت عايزه اسال بس الدكتور يعني الهارد فيليرز انا سمعت من دكاتره كانت عند يو تي اي هنا في مستشفى يو تي اي ان الهارد فيلير ملهوش علاج ان هو كل اللي بيعملوه إنه بيعملوه جاست ان هو بيعمل كنترول على الدمج بس ما بيتعالج كنت عايزه اعرف هل الكلام ده صح ولا لا والإيه اللي اقدر اعمله انا بتعالج عند دكتور اخصائي قلب كل اللي بيعمله بيديني الدواء ان هو ينظم الهارد ريت بتاعي اسم حبيب اسم ايه عايز عرف الدكتور اه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اسمه ايه؟ نيلي نيلي حبيبتي عايزين نعرف اسمه ايه الدواء والدكتور سامعك وتفضلي خل اه. خليكي يعني معانا بس انا الدكتور انا عايز اشرح لك حاجه انت اه. بتروح بتروحي عند دكتور في يو سي اي ولا فين؟ لا انا في اليو سي اي انا دخلت المستشفى اليو سي اي قعدت فيها 40 يوم لان هما ما كانوش اي يعني دواء للغده ممكن يخليها يعملوا كنترول عليها دخلت دخلت لكن ما شافكيش حد اخصائي قلب هناك لا شافوني شافوني وهم اللي قالوا لي ان عندي هارد فيلر مين مين تفتكري الاسم الدكتور اللي انا بتعالج عنده دكتور مارك ميلر آه ده مش في يو سي اي ده في يو سي اي لا ده لا مش اي طيب معلش عشان انا هقول لك إيه كنا لو انت كنت يعني انا اشكرك انك طلبتي في الاول بس لو كنت سكت شويه واستنيتي كنت تسمعي الكلام ده كله اللي هجاوبك عليه yeah. لانه ده كان هيجي تحت الغده الدرقيه وسرعه الـ وسرعه القلب yeah. <applause> آه <applause> آه طيب. يعني لا 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 آه اسمعي يا خليك خليك نيل خليكي معانا حبيبتي اتفضل انت جالك حاجه تقريبا اسمها جريفز ديزيز ويمكن قالوا لك هذا الاسم هل حصل معاكي آه، بالجنج آه، عينك بانت كبي... آه، جحزت ك... شويه ز... طلعت لبره طلعت لبره شويه اه لا انا عينيا طلع لبره قوي جحز بقى هو ده اسمه جريفز ديزيز آه. يعني انت اللي جالك ده لازم قالوا الاسم ده قدامك آه. وعاوز اقول حاجه آه. اسمعيني ب... اسمعيني بس عاوز اقول حاجه آه، اكتبي كل بيانات مرضك خدي آه. كل البيانات في المستشفى واعرفي آه. مرضك باسمه وفصله وكل حاجه فالحالة آه. اللي جات لك انه الثيرويد بتاعتك وصلت الى كميه عاليه انا ما اعرفش كان التي اس اتش قد ايه يعني 24 اه شفتي انا عاوز اقول ان في حاجه يعني مش التي اس اتش المفروض يكون اقل من كده بكتير م. انت بتكلمي على تي 4 وصل لكميه عاليه ده التي 4 لكن تي اس اتش بينزل تحت للصفر ساعات فانا ما اعرفش المهم المهم اللي بيحصل ان حاجتين بتحصل اول حاجه سرعه القلب المستمره كان خدتي حصان وقعدتي تخبطيه بالكرباج لما ايه لما برك في الارض ده ده اللي هو بيعمل في القلب ده اسمها ليها اسم اسمها تاكي كارديا induced cardiomyopathy يعني سرعة القلب سببت سقوط القلب يبقى ده أه. نمرة واحد النمرة الثانية لحظة واحدة النمرة الثانية إنه نفس التسمم بتاع الثيرويد اللي هي بتاع الغدة الدرقية اللي هو أه. اسمه الثيرويد هذا يسبب مشكلة في العضلات نفسها ويتعب العضلات والعضلات يحصل فيها عمليه يعني ضعف شديد جدا نعم <applause> نرجع 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 بقى في اغلب وانا بقول في اغلب انا في خبرتي يعني في اغلب كلمه اغلب يعني عاوز اقول برضو اكتر يمكن يعني ارقام ما اقدرش اقول لك بالتحديد اكتر من 80% من الحالات اللي انا شفتها كلهم بعد ما تتظبط الغده مظبوط والعلاج مظبوط وبعد وقت ليس بطويل ما يزيدش عن ثلاث اشهر بيرجع القلب لحالته الاولانيه وده هذه وان كان حد قال لي غير كده انا يعني متاسف لاني اعرف ان بالعلاج وذات بيدوك طبعا البيتا بلوكر وإنتي عارفه دي بيتا بلوكر مهم جدا في هذا العلاج لكن المهم ان الغده تنضبط تمام ويبدو ان يمكن ده في الطريق ما اعرفش انا لازم ينزل نبضك اقل يكون في حدود اقل من ال 80 ده نمره مهم حقيقة دلوقتي نعم الحقيقه ان دلوقتي حاليا دلوقتي اقل من آه. مدام دلوقتي بيوصل ل 60 اجمل حاجه دي اجمل حاجه فيبقى تاكدي بيديك ايه ان إيه 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 كمان مش كده زي حاجه زي اللايزينوبريل بنادو كل الحاجات دي بنادو قول لحضرتك اسم الدوائي ثاني اسم الدواء ميتو ميتو برو. ما انا ده الميتا ب... ما قلناه ده الميتا بلوكر ده معروف لكن الثاني بيدوكي حاجه ثانيه اسمها يا اما بنازوبريل يا اما لازينو انا ما باخدش الا ده بس. من القلب باخد اللي هو 100 ميلي جرام باخد حبايه الصبح وحبايه بالليل اه وباخد دواء الغده اللي هو اسمه آه تابازور تب تيل آه. آه. سيروكال اي 100 مللي جرام <سيارك> آه. باخده ثلاث <سيارك> مرات في اليوم لا انا متاسف لازم تتكلمي مع الدكتور هو دكتور قلب اللي يتابعك ولا لا اه دكتور قلب اسمه مارك ميلر اه اساليه أه هل لازم اخد حاجه اسمها ACE inhibitor اسمع الكلمة ACE inhibitor, -E okay. inhibitor. inhibitor. أو okay. ARB أو ARB A R B واسأليه oh, okay. على ده لأنه ده مهم جدا في علاج هبوط القلب و... فاسأليه يمكن يعني أنا أنا ما عنديش ما شايفش اللي ما بتاخدهوش دي ما أقدرش أعرفه يمكن في أسباب أنا ما أعرفهاش يمكن الكلى بتاعتك معرفة. مش كويس معرفش؟ الكلى ال... وظائف الكلى تعبانه شويه مم. لان انا كل حاجه عندي شات داون انا 40 يوم في المستشفى آه. وبعد كده حصل لي ان هو جالي ميه عجائه وتضخم في الكبد ودوالي في المعده و... والهيموجلوبين قل خالص ووظائف الكلى ابتدت تقل فهو كل حاجه عندي ابتدت شوتنج داون لان انا قعدت سنه ونص ما باخدش دواء الغده لاهمال دكتور في دواء باخده كان بيعمل لي حساسيه جدا ما كانش بيكتب لي البديل حصلت لي ظروف طبعا في البيت فاضطريت ان انا اسافر مصر وارجع فكان اهمال وما خدتش الدواء فدخلت المستشفى فف... is ثينج down داون down داون لكن عاوز اعرف بالتاكيد هل الكلى اتصلحت ولا لا؟ اه يعني هو اخر تحاليل ال اللي... الكالياتين 1.2 خلاص يبقى لازم تاخدي انا في رايي وطبعا انا ما بديش علاج بالتلفزيون ومش من حقي ان اقول الكلام ده لكن انا بعالج القلب بالحاجتين دول لازم أه. يكونوا الاثنين مع بعض فاسال الدكتور بكل لطف كده هل مهم اني اخد واحد من الاثنين دول يساعد على عضلات القلب وبعد كده بقى يعني ويمكن في حاجه تانية كمان بس دول اهم حاجه الاثنين دول فمن فضلك آه. آه ولكن انت آه طلعتي من المستشفى بقى لك قد ايه انا خارجه من المستشفى دي لشهر اه قدام يعني انا هقول لك حاجه اكتر من 80% قلبك ممكن يرجع طبيعي اوكي ما دام اتعالجت السيرويد آه. وانت عمرك 52 صغيره مش حاجه وكل ده فخلي الشعور ده عندك وانا تكلمينا في, الم... في تكلمي الاخت ميرفت بعد ثلاث اشهر أه تطمنيها أن انها رجعت كلها ولازم تسالي على الارب والايس وربنا معاكي. اوكي؟ شكرا يا دكتور سلامتك يا <applause> نيللي سلامتك حبيبتي الله يسلمك يا اخت ميرفت والف الف شكر يا دكتور حضرتك طمنتني لان في دكاتره في اليو اي قالوا لي ان احتمال كبير ان حتى لو غده اتعالجت هيترك اثر وفي دكتوره تانية اعرفها دكتوره برضو في مجال القلب قالت لي انت صغيره على اللي بيحصل دوت لكن ممكن كل اللي بيتعمل ان ممكن الدواء ده يعمل كنترول على الدمج اللي حصل في القلب لكن خلي بالك ما تتحركيش كتير ما تعمليش مجهود كتير في النظام دوت يعني يخضع للتعليمات يا نيلي وربنا هيكمل يخضع للتعليمات تابعي على طول ما تهمليش الامر الامر مش سهل لكن نشكر ربنا على المرحله اللي انت فيها وامين ان الرب يكون بيحافظ عليكي ونسمع منك يا حبيبتي معانا اتصال اخر اخي لورند كاليفورنيا اهلا يا اختي مرة. اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا, أهلاً, بيك. أهلاً. أهلاً بيك في عندي سؤال عند حضرتك الدكتور فضل. في عندي مشكله ممكن هي مشكله قلبيه او مش عارف راح اساله من فتره وفتره بيصير عندي تسرع في القلب يعني بشعر انه القلب خط بيخبط زياده من اسبوعين كان الجهاز يعطيني القياس 118 على 93 على 183 بعد نص ساعه كمان عملت نفس الفحص طلع 102 على 88 106 167 دقات القلب بعد ساعة بعد نص ساعة طلع دقات القلب 112 على 2 و... طلع الضغط جهاز الضغط قتلي 112 72 على 64 فهل هي و... بتصير معي حالات احيانا لربع ساعة احيانا خمس دقائق احيانا نص ساعة واحيانا هي اكثر مرة من لي نبيع ساعتين تقريبا. هل هي مشكله قلبيه؟ مع انه رحت لدكتور كنت في سوريا وقال هاي شغله كهربائيه في القلب، كهربه القلب غير منطقة. منتظمه. منتظمه، هل ما بعرف اذا فهمت السؤال مني لانه ليش في سوريا وأحباء المصريين ممكن يقولوا له تكون فعدها. لا 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 فاهمين عليك، فاهمين عليك، كي. والدكتور سامعك بس عايز يتناقش معك. عمره قد ايه؟ عمر سنك قد ايه؟ 59 سنة. كويس. <applause> آه كان عندك ضغط قبل كده ولا حاجه؟ لا لا ما عندي ضغط. لا ضغط ولا عندي. سكر ولا حاجه كده؟ ما عندي اي مشكله ما عندي اي مشكله. وما بتشربش ما بتشربش سجاير ولا قهوه كتير؟ لا 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 انا أسيس اهلا وسهلا حضرتك طيب الحاله اللي دي. عندك انت حسب الكلام اللي انا سامعه حاجه اسمها باروكسيزمال اتريال فايبريليشن ايه دي معناها تيجي باروكسيزمال بالانجليزي معناها تاتي مره وتختفي تاتي وت... تاتي مره ممكن لمده خمس دقائق ومره ممكن لساعه ومره تكون اكتر الخوف بقى ان ممكن تيجي وتستمر على طول كويس ف... فدي تشخيصها يحتاج في الاول لازم نعرف هل بتيجي كل يوم ولا كل يومين ولا كل اسبوع ولا كل شهر ايه رايك يا حضره الاستاذ ها تيجي قد ايه احيانا بتضل سنه ما بتجيش اه دي مشكله بقى ساعات دي ليه ما دام سنه ما نقدرش نجيبها ليه اللي تيجي مثلا مره كل اسبوعين نقدر نعملها ساعات اللي مره كل شهر برضو ممكن نعملها لكن هي اللي انت بتكلم عليها حضرتك اسمها paroxysmal atrial fibrillation وممكن مع الزمن بدل ما بتيجي وتروح تيجي وتقعد ممكن ودي هي بالفتره الاخيره اجتني على فترات بالشهر مرتين او قبلها كان ما تجيش وده ما انا بقول هت هي طبيعتها كده هي طبيعتها كده ودي آه آه عاوز اقول آه ان دي لازم تتشخص عشان تحتاج لعلاج والعلاج حاليا يكون كويس أو ان تاخده من دلوقتي بدل ما تستنى لما تتكرر اكتر وبعد ما تكرر اكتر هتبقى مستمره فانت لازم تشوف حد يعمل لك اللي هو بنسميه احنا الرسم الديناميك تشيل جهاز بيشوف دقات القلب لمده اسبوعين تبقى شايله لمده اسبوعين في بعض الناس بيحطوه لمده شهر وانت لما تحس بيها في زرار بتروح دايس عليه بيروح عامل ريكوردنج للحالة دي وبتتشخص فده تشخيصها بيكون بس لازم هتكون تيجي يعني نتمنى انها تحصل في الوقت انت لابس هذا الجهاز فممكن تحصل لو حصلت بعد 48 ساعة شيل الجهاز وخلاص اتشخصت يبصوا عليه اما حصلتش يستمر الجهاز لغاية لما تحصل و... فبعد كده علاجها يعني واضح وعلاجها في البدايه كويس قوي أو قوي و... ولازم ولازم تشوفها من دلوقتي بس اصرح بقى انك كل يوم تاخد اسبرينا من دلوقتي. اسبرينا اسبرين 81 مللي جرام من النهارده. أ... أسبرينة. 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 وبعد... وبعدين علاجها في منتهى البساطه يعني. والاسبرين موجود في اي مكان لا. 81 لا. ملي فبليز خدها واحده كل يوم. عشان دي حاجة من الحاجة اللي يعني يمكن تساعد أو تحافظ على أقل على عدم تجلط الدم شكرا جدا لاتصالك حضرة الأسيس معنا اتصال من كارلا أهلا وسهلا مساء الخير أهلا بيك حبيبتي أهلا في عندي سؤال أكتر من سؤال الدكتور كميل أنا زوجي الأسبوع الماضي وقع فجأة جسدي كولابست آيكون 911 أخذوه على الإمرجنسي بالبريف اللي بحكي لك آه المهم طلع قالوا عنده انه القلب ما بيشتغل غير 15% آه الرئه تعبت عنده مي لما شالوا المي عن الرئه آه حوالي آه جالون اند هاف طلعوا مي هلا المي اللي على الرئه هي من الهارت فيلير او من النمونيا اللي عنده لا الما... مش عارفين يعني الواحد خايف بعدين دكتور القلب سوري <applause> كان يقول له اول انه يشرب واين مرتين ثلاثه بالاسبوع هل لما صار عنده الهارد فيلير اجت اوكي اذا بيقدر يشرب واين او لا وقديش وبعدين الهارد فيلير اللي عنده في 15% هذا خطر ولا لا؟ وشو بنقدر نعمل له لانه مرات بشعر ديفيكالتي بريث يعني ومرات بشعر حاله تعبان هو عمره قد ايه يا اختي العمر قد ايه سنه قد ايه 75 تفضل يا دكتور طيب عندي عندي سؤ عندي سؤالين بس اهم حاجه هل عنده تاريخ ضغط او سكر او او هارت اتاك ثلاث سير جاكو من اوبن هارت سيرجري يبا يعني لازم اعرف دي اه فضل. اه ولقوا عنده العضله بتاعت القلب ضعيفه اعطوه أيوه. مقويات قبل ما عملوا له الاوبن هارت سيرجري ايوه ومن هذاك اليوم ولا شيء يعني ما بيوقع لو اعطيت ايه اليوم الاثنين ما شفته الا وقع على الطاوله ولا داخ ولا شيء بدون اي دوخه بدون اي شيء طب المستشفى وقع على الطاوله ايه المستشفى اللي راحها دي؟ عندنا <T> في بالم سبرينج <mic> ديزرت ريجنال هوسبيتال آه. طب انا هديك نصيحه اولا الميه اللي على صدره في الغالب من هبوط القلب دي نمره واحد وفي, آه. وفي الغالب وفي الغالب عنده اورام بتيجي في رجله رجله بتورم ايش آه. كان عنده؟ اورام في الساقين الساق تحت رجله عند كعب بيت... فتره شعرت انه رجل وارمه بس قال لي نو هذا طبيعتهم هيك بس انا اي انه لا هو هو انا اللي بقوله لك هو كده هو ورم رجلي عند الكاحلين كده لا ولا اعرفك ان وارما تيجي عندها وتحط صباعك وتدوسي في صباعك فيها تلاقي مكان صباعك يقعد ما لمده نص دقيقه يطلع بعد بعد نص دقيقه فتجربي دي بس النقطه اللي عاوز اقولها لك ان الدكتور ممكن كان يقول لك الميه دي من النيمونيا ولا من التهاب القوي ولا من الهبوط هو في أه. الت... بالتاكيد من الهبوط لكن التفرقه بسيطه قوي هم لما خدوا الميه من صدره يقدروا يحددوا بالميه بالتحليل انها جايه من التهاب او جايه من هبوط القلب دي حكايه بسيطه خالص يعني فلازم اه, هم... آه. فدي... فدي مش النقطه النقطه ان هو انا متاكد انها من هبوط القلب 15% يعني القلب ضعيف جدا كويس آه. جاله اللي بنسميه احنا هنتكلم عليه اللي بنسميه الاغتماء ال... يعني الاغماء او فقدان الوعي الاغماء المؤقت. او فقدان الوعي كنا هنتكلم على ده بعد شوية اذا كان هتكون في فرصة امين هيكون هي في فرصة <applause> وب... لكن عاوز اقول مادام حصل عنده دي بقى انا يعني بدي نصيحة لازم يكون شوف اخصائي قلب هل بيشوف اخصائي قلب يا بيشوفه بس انا حابة اغيره بص انا هقول لك هو انا اقول لك هو ما يحتاج اليه انا ما اعرفش حطوه فيه ولا حطوه له ولا يحتاج الى جهاز يتحط في القلب بعد ما يتعالج كويس من الهبوط علاج هبوط القلب مش صعب ابدا وعندنا حالات بال والعشرة في 10 بنقدر نعالجهم يقعدوا خمس سنين وست سنين فمش معناها انه ده نهايه الامر فعاوز اقول دكتور هبوط القلب شو نقدر نعمل؟ ايه علاج هبوط القلب؟ الحكايه اقول اول شيء مدر للبول حتى ان كل الميه اللي فيه تطلع بره. نعم. دي اهم حاجه، ده نمره واحد. يعني لازم يتصفى من الميه الزياده. وده اللي هي اهم نمره واحد في العلاج. نمره واحد. بس بعد ما تحصل ده تلاقي نفسه تحسن وتلاقيه على طول الورم اللي في رجله براح والوزن بتاعه ينزل. لازم يوزن كل يوم. ولازم تعرفي ايه وزنه الاصلي ووزنه بعد ما تنزل فيه السوائل فدي نقطه مهمه دي حاجات حاجات يعني تحتاج لانتباه شديد جدا فانت مسؤولية تكتب ورقه وتكتب الوزن كل يوم وبعدين الحاجه الثانيه الاكل يكون قليل الملح قليل قريب من الع... المعدم قريب من المعدم قريب أيوه. من المعدم ده مهم جدا جدا يبقى ادي الحاجتين البساط الاولانيين وبعدين العلاج الاراس في الاراس اللي بيتكلموا عليها البيتا بلوكر العلاجات دي لازم الدكتور يكون عارفها ولازم بيديها لكن انا بالنسبه لي عشان تطلعيه من الورطه اللي هو فيها انه لازم وزنه ما يزيدش ابدا بعد ما يخلص السوائل اللي موجودة في جسمه كلها الجسم. حكايه انه يشرب واين دلوقتي ممنوع اطلاقا ما دام حصل هبوط في عاده القلب اي جزء من الخمره يسمم اي جزء لكن قبل كده اه احنا بندي علاج ان ممكن واحد يشرب آه وين واين اه بالنسبة بالنسبة ويشرب كل يوم ما فيش مشكله يا. لكن ده بيساعد على الشرايين لكن ما دام العضلات ابتدت تضعف يبقى لا يمكن فانا بوضح لك الحاجات بكل وضوح انا بتكلم ليك بكل وضوح لازم مدر البول وانت اللي بيسموه الليسكس او فيروسامايد يعطى بكميه لغايه لازم كله يطلع بره بعد ما يطلع بره هيتنفس كويس هينام كويس لانه دلوقتي هو بيقوم بالليل ما عنده ضيق نفس ما بيقدرش ينام على المخده عاوز مخدتين عاوز ثلاثه ده لازم يتحل ده كله ده فاديني اديتك الافكار وتتعاملي مع طبيب يفهم في علاج القلب الهبوط هبوط القلب وانا ما اعرفش حد في في الحته بتاعتهم يعني شكراً معك. حبيبتي ربنا آه. معاكي وشكراً لاتصالك وأمين هو الرب يدخل وكمان يديكوا حكمة في سرعة التصرف معاه لكن كمان اختيار طبيب معالج بسرعة معانا اتصال من عبير نيجيرسي أهلا بيك حبيبتي أهلا بيكي أنا كنت بس محتاجة أسأل بالنسبة لوالدتي مريضة ضغط هي كان ضغطها لغاية شهر أربعة اللي فات كان كويس هي جالها دور نيمونيا ودخلت المستشفى وعلشان يعني كان بتاخد ليزون أبريل فالدكتور بعد ما خفت يعني كان عندها كحة فغير ومن ساعتها ضغطها ده أدوية تانية يعني مختلفة وضغطها بيوصل احيانا بيوصل عالي 188 على على 90 حاجات كده هو فانا مم. بس كنت عايزه اتاكد لما بتروح للدكتور بيبقى ضغطها كويس لكن في اوقات ثانيه ضغطها بيبقى عالي فده طبيعي ولا 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 الادويه محتاجه تتغير ثاني اتفضل يا دكتور أه دي من الحاجات اللي بتحصل بالعكس مفروض الضغط بيعلى عند الدكتور ولما يكون في البيت يكون اقل. كويس. آه. لكن برضه في ناس بتعمل بالعكس، اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. المهم امت لو انت عاوزه تلاحظي حكايه الضغط، انا عاوزه اعرف بتقيسي الضغط في البيت امتى؟ في الصبح ولا في الليل ولا في الاتنين في الصبح و... وعلى الساعه 2 كده، يعني قوليلي اعلى في الصبح ولا الساعه 2؟ في الصبح. شفتي بقى؟ لأنها بتاخد الدواء بتاعها في الصبح مش بتاخده بالليل، هي بتاخد الدواء بتاع الضغط بالليل ولا في الصبح؟ هي بتاخد برشامة مترو برو برولز ثلاث برو مرات أيوة آه. في مرتين في اليوم ثلاث و... مرات؟ ثلاث مرات في اليوم غريبة شوية ثلاث مرات، كم ملي اتفضلي آه, 25 وإيه يعني. تاني؟ وبتاخد برشامة هيدرو كلوروزايزايد أيوة أيوة آه. 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 برضه بتاخد معنا واحده الصبح ايوه وايه تاني بس كده طب ما في مشكله هنا ما حطش حاجه بدال اللي بيك... اللي بيخليها كح اللي هو الايس ان ده اللي خلاها كحت يديها حاجه مم. اسمه ارب مكانها بديل ليه و... وتتاخد اسمه بالليل ايه دكتور؟ اس... بنسميه ارب اللي هو آه. آه. كلمه ارب معناها ادويه كثيره ما اقدرش اديك اسم واحد اللي آه. هو اللي هو علاج دوكا اسمه ايس ان وده اسمه ارب آه. فده هو يختار الادويه لان دي اسماء كثيره لكن آه. هو يختار اللي مناسب ده حاجه الحاجه يعني كده هو كده في دواء المفروض تاخده تاني مش كده؟ ما كان مش هي كانت بتاخده الاول؟ كانت بتاخد اه ليزينوبريل بس هو غيره بادويه تانية اللي هو ما اللي انا قلت لحضرتك لا حاجة. اللي غيره أه انا ده ملو مش ملوش علاقه بده اللي اداهولها ملوش علاقه بيقوم بدور, بدور مختلف مش بيعالج الجزئيه دي حاجه من اتنين حاجه من اثنين ودي حاجه ما اقدرش اعملها انا دلوقتي حاجه من اتنين اولا علاج الضغط يا اما ياخد مره واحده في اليوم يا اما مرتين انما حكايه ثلاث مرات ثلاثه دي, دي غريبه وخمسه واحد. فلازم انت بتروح عند دكتور عادي ولا دكتور ايه؟ الدكتور العادي والدكتور القلب الاثنين ما, ما اعترضوش على يعني الضغط لما بروح عندهم بيبقى كويس فقالوا لي خلاص مش عايزين يغيروه انا يعني متاسف ان اقول هي عمرها كام تسعة 69 أي يعني انا يعني ما اقدرش اقول حاجه لان انا بدي نصايح لكن ما اقدرش ادي علاجات انا هذكر النصايح انا بنصيحه اني احب ادي الدواء مرة م. واحدة أو مرتين أكتر من م. كده لي. نمرة اثنين أنا مش بفضل استعمال مدر البول في السن الكبير مش بفضل هي سنها مش كبير أنا متفق معاكي 96 ده مش كبير ااا آه 69, آه 69. أنا بقراها بالانجليزي <تصحيح> <تسعة> <تصحيح> 69 ما هوش كبير كويس يعني دي أصغر مني بكتير فعاوز أقول دي مش مشكلة لكن أنا ما بفضلش أدي مدر للبول لاني ده حاجه بحطها كنمرة ثلاثة لما احتاج لها لان الجسم بيفقد المعادن وحاجات مهمه معاه من فتره كده كان رجليها ورمت ف علشان كده اه يعني ممكن انا برضو ما بديش علاج للورم الرجلين آه ورم الرجلين با بعالجه بالطريقه البلدي ان لازم الواحد يرفع رجله ويلبس شراب <applause> وشغلانات ثانيه خالص خالص لانها ما هواش مرض ما دام ما هواش مرض انا اعالج مرض بالادويه لكن لما بالنسبه لي انا بديكي الافكار لا انا يعني بالنسبه لي كده ليه وليه حضرتك مش بتفضل مدر البول انا ما فضلتش بدون يعني لانه ساعات بينزل وبعدين بيزيد الكوليسترول نعم. وممكن يسبب جوت اللي هو بالزبط. التقرص نقرص آه فده حاجات يعني ما انا ما بشعرش بستعمله لما اخلص من الدور الاول ما نفعش والتاني ما نفعش الاثنين مع بعض احطه كنمره ثلاثه انما ما احطوش ابدا كبدايه يعني عمري ما اعمل كده طيب الحاجه اللي عاوز اقولها ان الميتوبرولول ايه ميتابرولول ممكن يتاخد مره واحده في اليوم بنوع اسمه ساكسينيت مش النوع الميتوبرولول تارتريت في نوع يتاخد مره واحده اللي بتاخديه تارتريت بدل ما تاخد اه بدل ما ثلاث مرات انا ادي مش هي مش هي بتاخد 25 25 25 اديها 50 و 25 ارتاح تاخد 50 الصبح 25 الليل ايه حكايه الثلاث مرات ده؟ ده عذاب يا ناس احنا بنعذب العيانين احنا مش بنعذب العيانين احنا بنريح العيانين فعاوز اقول دي نقطه مهمه الحاجه الثانيه اني انا احب الارب ده لانه زي الايس بيشتغل حلو واديه مره واحده في الليل وما يحتاجش حاجه تانية بعد كده وفي كميه ابتدي مثلا 25 منفع عشان يدي 50 منفع 100 فمره واحده نديها لغايه يبقى عندها دواء واحد ف وبعدين الميتابرولول ساعات في الستات يشعروا كانهم بيضعف يعني بيشيل الهمه زي ما يقولوا يعني ما بيكونش في انرجي كده بيبقى في طاقه كده لكن كدا. مش كل الستات مش كل الناس عايز اقول هي طبعا ما تاثرتش منه معقول يعني واضح ان ملوش اثر عليها يا عبير لا ما اعتقدش اه فما دي مش نقطة مهمة أو. يعني بس آه بس عاوز اقول كل واحد وخطته انا هديكي نصيحة بقى أو. اه انتي متعلمة وتعرفي تمسكي الكمبيوتر وتروحي جوجل مش كده؟ طبع. ايه طبعا وتكتبي ايه؟ امريكان كوليج اوف كارديولوجي جايد لاين اي سي سي امريكان guideline اي سي سي جايد لاين جايد لاين فور هايبر علاج الضغط وهي okay. و... وهيعلمك حاجات تبي عارفه ايه اللي بنعمله yeah. mm. فده لو... للبابليك يعني كل بن... بننشر الحاجات دي عشان الببليك يفهم طبعا, آه. طبعًا. فاعملي <applause> فانا يعني ما اقدرش اقول لك بقى yeah. علاج ايه وايه وضغطها عالي ومش عارف يعني دي حاجات انا احب دايما الضغط العالي في الصبح لان الانسان ما بيخش الدواء المظبوط في الليل فيجي ياخد الصبح يكون ده اول ما تصحي الصبح دايما الضغط العالي بيكون في الصبح فعشان كده احسن علاج يتعطي للضغط في الليل اوكي ربنا معاك معلش يا دكتور كنت عايز اسال بعض حضرتك هو الضغط الجسم بيأثر في ضغط العين ولا ضغط العين ده حاجه ثانيه لا ما فيش علاقه ما فيش علاقه في بين ضغط العين وضغط الجسم لا ما علاقة ده العين ممكن يجي من غير ضغط خالص وممكن يجي بضغط <applause> شكرا لاتصالك عبير شكرا لاتصالك <applause> حبيبتي <عبير. تصفيق> اخي عادل من كندا اخي عادل اهلا بيك اهلا بيك طيبين وحضرتك طيب اهلا بيك اخي عادل استاذن حضرتك بس ايوه مساء الخير عليكم اخفض صوت التلفزيون من فضلك وحاول تكون بتكلمنا بس من التليفون ايوه اتفضل مساء الخير عليكم مساء, مساء النور مساء الخير يا دكتور اهلا مساء أنا النور انا بتجيلي دوخه بس كان دوخه بقى فتره ومش عارف وعندي نهجان كده وساعات بيجيلي دقات قلب هل الدوخه دي من ال من القلب ولا ايه بالظبط يعني؟ نهجان أعرف ودوخه اعرف وزنه وعرف وزنه حضرتك وزنك قد ايه؟ أه ما اعرفش صدقني ولا طول حضرتك ما تعرفش الوزن لكن وزن حضرتك يعني تقدر من غير ما تعرف الوزن وزن زياده حاسس ان وزنك تقيل سمين شويه زياده لا لا مش زياده لا طيب وسن حضرتك قد ايه 68 اتفضل يا دكتور وما جاتلكش حاله قلب قبل كده ما رحتش لا عمري عمري اه طيب عشان نتكلم على نهجان النهجان ده بقاله قد ايه؟ ده بقاله بتاع طيب يمكن دلوقتي بتاع شهر ونص كده اه ف... ويروح ويجي بس اليومين دول بقى لابس في دماغي كده بص بقى لما تقول كده بكلبس دماغي طب اقول على حاجه بقى انا اتمنى اني لو اقوله لك اني ما اقدرش اقول لك انك لازم تروح تشوف دكتور ما انا رحت للدكتور ايوه وبعدين قال لي ما اعرفش يبقى روح للدكتور اللي يعرف مم. مش كده ولا ايه؟ لا ازاي آه بس انا معرفش بص حبيبي المفروض هو يحولني يعني اه ما انت في كندا بص بقول له انت تحتاج اهم حاجه رسم عمل لك رسم قلب؟ لا ولا حاجه عمل لي رسم قلب قبل كده لا المره دي لما رحت له مفيش حاجه يعني السنه اللي فاتت تقريبا انا بكلم انت الاعراض اللي ذكرتها بتقول حصلت من شهر شهر ونص صح ولا لا؟ لا بس من اليومين دول بقى ماسكه دماغي اي اي انا عاوز انا بس يعني ما كانش عندك الاعراض دي السنه اللي فاتت كانت عندك لا ما كانتش موجود انا يبقى يبقى رسم القلب بتاع السنه اللي فاتت ما يساويش حاجه كويس أه. لانه ملوش علاقه بالاعراض بتاعتك ايوه يبقى انت تحتاج الى رسم قلب وهتحتاج الى التريدميل بالانجليزي بالعربي ايه لل... ال... انك المشايه عارف اللي في الجيم دي اللي احنا بنجري عليها آه. يعني. على السير يعني. اللي بس تحتاج لهذا في اسرع ما يمكن من الوقت وعاوز اسمع انك بكره الصغيره دي لا من فضلك انه في لما بنروح الجيم في زي مشايه حضرتك بتجري عليها كده اسمها تريدمل حبيبي تريدمل اسمها التريدمل لازم يعملها لك وانا بقول لك ده تروح وتصر بكره وتقول له ان انا اخذت نصيحه من طبيب اني عاوز اعملها دي يعني كانك تقول انا عايز اعمل بالمجهود يعني اعمل أه. أيوة 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 بالمجهود أه. أو تعملها باسرع ما يمكن من فضلك هذه نصيحتي ليك وما عنديش اكثر من كده دي هتروح يا حبيبي ما اقدرش اتكلم في الموضوع اطلاقا غير لما تعمل دي لان دي اهم حاجه هتوضح كل الامور هتوضح كل الامور اوكي اه عندنا الحكايه دي لا, لا, مش صعب. مش صعب مش صعب روح, روح روم ايه يعني؟ يا yeah. دكتور الإمرجنس روم بتقعد بال 12 ساعه اقعد 12 ساعه وماله؟ ما أوه. عشان دي حاجه خطيره محتاجين تعرف مصدر الدوخه انا ما اقدرش اعالج كندا نعم. انا ما اقدرش اعالج النظام يعني. لكن ده مفروض يعني ده استن... الدوخة من ايه استن... يعني الدوخة. يا حبيبي ما اقدرش اقول لك سامحني عاوزك تروح للعلاج ما اقدرش اقول لك ليه انا طبعا عارف اللي ممكن ايه لكن عاوزك تعمل حاجه هي اللي تحل المشاكل آه وانا عندي اصدقائي كتير دلوقتي بيكلموا يقول لك برضه بتجيبنا الدوخه دي لما اه يعني كده الاوضه هتقع على دماغي هنتكلم في الموضوع آه ده بعد خمس آه دقائق آه اخ عادل ما نربطش التشخيص بتاع الاخرين بينا آه حضرتك حاله والاخرين بحاله تاني لكن الصحيح او الموقف اللي لازم تعمله انك حضرتك تروح وتتوجه بسرعه لدكتور قلب يقدر يكون بيعمل الاختبارات المفروضه حتى نعرف انها جان منين وبالتالي ندور الدوخه مرتبطه بالنهجان ولا مزرعة حاجه تاني شكرا لاتصالك اختي دوله اهلا بيكي اختي دوله ايوه ازيك يا اختي مرفت اهلا بيكي حبيبتي اتفضلي ازيك حبيب. دكتور كميل كيفك اهلا وسهلا ازيك انت الحمد لله دكتور كميل بص يا دكتور كميل انا باخد التروكسين بتاع الغده الصبح بدري خالص الساعه 4 الفجر لكن على الساعه سبعة ونص اول ما اجي اقيس الضغط الاقي 179 180 على 80 طب ليه هل ده من الغده ولا الضغط كده طبيعي وبعدين دايما عندي رشفه كده في 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 صدري ارجف ودلوقتي الروماتويد بتاعي عالي خالص خالص هل الروماتويد هو اللي بيعلي الضغط ولا الروماتويد ده ملوش دعوه بالضغط ده حاجه ثانيه مش عارف انا بدات اعمل الابر الصينيه لرجلي لان الروماتويد ماسك رجلي كلها حتى الركبه فايه راي حضرتك؟ بصي اولا الروماتويد نفسه مش ملوش العلاقه لكن وجع الروماتويد يعلي الضغط اذا كان جاي اذا كان بيجي بوجع يبقى هيجي لك الضغط الضغط فظيع يا دكتور ما ده اللي بيعلي الضغط وانا بقول لك الوجع الروم... الروماتويد نفسه لما يكون م. متعالج وما فيش وجع ده مش م... لكن اول ما بيعمل وجع هيعلى الضغط فاهم حاجه ان علاج الروماتويد وعلاج الوجع بتاع الروماتويد هيصلح الامور بتاعه الضغط الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ان انت بتاخدي اقراص للغده لانه شالوا الغده زمان ولا عالجوا الغده زمان م. قاعده زي ما هي بس هي كسلانه فباخد 175 ليفو التراكسين آه في احتمال ال 175 تكون كثيره فهل بيقيسوا بي كل شويه ال... انت هنا في كاليفورنيا ولا في كاليفورنيا اه في كاليفورنيا كل ستة شهور بعمل تحليل لي التي اس اتش لازم تحفظي رقم ال التي اس آه. اتش آه لو نزل يعني واحد او اقل او اثنين معناها انه انت بتاخدي يعني في حاجه بتاخدي زياده يعني لازم تاخدي نسبه اعلى من المفروض اه فلازم دي لاني يعني 175 يعني تعتبر من الكميه الكبيره يعني احنا آه. بندي 120 100 175 يعني في ناس تحتاج لها انا بقول بس حاسس انا انها هي ممكن تكون كثيره وه... وهسالك سؤالين آه. هل انت بتشعري انك بقيت عصبيه؟ لا 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 هو بس اشعر برجفه كده في في صدري ايوه انا, أنا عارف, عارف. آه. انا عارف انا بسال سؤال هل تشعري انك عصبيه يعني تزعلي بسرعه؟ لا يعني, لا. طيب يعني؟ تزعلي بسرعه؟ لا يا دكتور. لا طيب. طيب آه. هل بتعرقي بالليل؟ يعني ايوه بعرق بالليل اه فانا دول حاجتين مهمين إن حاجة الثالثة هل أنت شعرة إن جلد ايدك نعمان؟ لا 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 مكشكش مكشكش مكرمش كده اه أوكي آه أنا برضه لا أقول إن لازم تتأكدي إن وخمسة 175 ممكن ودي بتعمل ضربات في القلب زيادة آه. لما تكون زايدة ضربات درب آه وممكن تزيد الضغط نمرة اتنين وبعدين بس الضغط في الحالة اللي أنت بتقوليها في الغالب من وجع الروماتويد وده طيب بس بعد الساعة 9 يا دكتور أو بعد الساعة مثلا 10 بعد ما أفطر وأعمل شوية رياضة كده وأنا وأ دايما بعمل رياضة بعد الساعة 10 الضغط ينزل على طول ل 135 على طول هو من كده 175 ل 135 هو كده أنت بتقولي الضغط بيغلى الصبح ولا بالليل؟ الصبح بدري هي قالت الليل فاكر اه أنت قلتي بالليل طب أنت, انت بتاخدي إمتى دواء الضغط؟ دوت الضغط برضه الصبح برضه. اه شفتي بقى؟ المشكلة برضه. انت سامعة البرنامج وانا مش سامعاه معانا هنعيدها تاني. يعني. انا اعالج الضغط أدى لقراص لأ بالليل لان الضغط في الصبح دايما بيعلى. ادينا هقولها هقولها للمرة آه. الثانية عشان نتذكر آه. اني انت اصلك لما قلتي الاول قلت الضغط بيعلى بالليل. من عشان كده سالتها تاخدي آه. امتى آه. يعني. فانت يمكن تقصدي انا باخده مرتين دوت الضغط الصبح بدري وبالليل. هو ايه اللي بتاخديه؟ باخد اتينول آه 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 25 الصبح و25 بالليل او نورفاسك بالليل ايوه ايه تاني يا دول؟ اختي دوله ايه تاني بالليل؟ نورفاسك 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 آه. يا <applause> <applause> آه. تاخدي آه. هل بتاخدي نورفاسك بالليل؟ بال... بي... بي... يعني على الساعه 7 بالليل كده النورفاسك كويس قوي بتاخدي 5 ولا 10؟ 10 10 يبقى بقى ما اقدرش اقول ان في حاله ان ممكن تكوني تلاحظي بس الملح شويه و... الملح. اه ملح ايوه انا انا عندي مشكله في الملح يا دكتور ايوه طب طب هنحلها بقى نحلها أنا, بأ... انا باكل ملح كتير قوي قوي طيب وبعدين اصل انت بتاكلي ملح ويجي بالليل يت... يتفاقم هذا الملح طبعاً. وتنامي بالليل والملح يبقى في الجسم وتبقى مشكله فموضوع الملح ده موضوع الحقيقه مهم جدا جدا <applause> فمنصف... يعني مبطله طيب. يعني إن خالص انا انت انا بسمع حضرتك بتقول بتاكلي البيض من غير ملح انا ما اقدرش اكل البيض من غير ملح وفلفل طب انا هقول حاجه أه. كليه بالفلفل من غير ملح اكل ايه كليه بالفلفل من غير ملح أه. من غير ملح لا ما ينفعش لازم الملح طب يعني آه المهم آه ما اقدرش احل المشكله هقول لك حاجه لو جربتيها زي ما قلت انت سمعتيني قبل كده ان بعد 3 اشهر او ست اشهر هتشعري تحبي كل حاجه من غير ملح وجربي بس اتعذبي ثلاثة اشهر اوكي يعني شكرا لاتصالك حبيب شكرا جدا لاتصالك يعني خلينا نرجع دكتور نستخدم الوقت الباقي يعني في حاجه يمكن تفيد الكل انا انا بيصور لي اعلق حاجه بسرعه على موضوع الدوخه آه مهم مهم الدوخه لاني انا عارفه اني ايه طبعا مصادر الدوخه امور كتير جدا بس لو احنا ربطناها بالقلب يا دكتور نقول عنها ايه لا هو الدوخه بارتباطها بالقلب اولا نوع الدوخه ده موضوع غريب جدا هل الدوخه بتيجي والواحد قاعد ولا لما يقف دي نقطه مهمه انا طبعا ما حبيتش ادخل في الموضوع مع الاخ لانه اهم من الدوخه النهجان عشان كده مش هدخل في الموضوع ده لاني ما عاوزش يحصل بلبله نعم. يعني لان انا يهمني اولويه موضوع النهجان يهمني صحته نعم اه فيلحق صحته الاول والحاجات التانية دي تتحل صح. زي ما بنقول ف اللي بتيجي هل الدخة وحاسس ان هي لما بيقف ولا لما بيمشي ولا هو نايم فهخلص بتاعته وهو نايم بسرعه بالعقل لما يكون الواحد نايم تجيله له دوخه ازاي اه لو قلب في السرير كده وكده يدوخ دي اتحلت مشكلتها دي معناها مشكله في, الاذن الوسطى الاذنين الوسطى انتهى الموضوع وعلاجها بسيط جدا خلاص حاجه اسمها انتي فيرت ياخده ودي يعني موضوع لوحده خلصنا منه النوع الثاني اللي هو لما بيقف ويدوخ ده ممكن يجي من اللي بياخد ادويه ضغط وزياده عن اللزوم وتنزل ضغطه زياده وبالذات لما بياخدها في وقت واحده فوق الثاني حاجه زي كده يعني ده فتحصل اكتر انا بشوف اللي ياخد أقراص الضغط في الصبح ويبقى كان ضغطه عالي ويروح نازله مره واحده اللي بياخده بالليل بتاخد وقتها وضغط في الصبح يبقى كويس والامور ماشيه كويسه فتلاقيها اكتر من اللي بياخد الضغط في الصبح ياخد علاج الضغط في الصبح يبقى ادي نوع في نوع تاني بقى يدوخ لما يشوف حاجات بتاثر زغللة عن يعني الرؤيه بقى زغلله العينين نعم وفي نوع بقى اللي هو يحصل يحس ان هو داخله هيقع وده بقى لازم نشوف شكله ايه يصفر ويعرق انيميا يبقى نعرف ده النوع ده بالذات اسمه فازو فيجل مم. يعني شاف واحد جرح قدامه نزل الدم خاف من ده. فيها خوف واضطراب بنسموه فازو فيجل يعني. دي تتعرب بانه يصفر ويعرق والنبض بتاعه يقل ينزل أربعين 30 ينزل خالص فدي برضو ادي يعني. نوع من انواع الدوخة في حاجات يعني من ناحيه انواع الدوخه دي موضوع اول حاجه كلمه عشان اقدر اتكلم في الدوخه دي مثلا لمدى طويل بس هقول نقطه واحده مش سهلة مم. اللي يعني من ضمن الأمثلة اللي أقولها من ضمن الأمثلة اللي أقولها أن الدكتور الشاطر اللي عاوز يعرف سبب الدوخة هو هيدوخ قبل ما يعرف سبب الدوخة شفت يعني. التعبير ده؟, ده الدوخة تدوخ الدكتور عشان يعرف سببها أيوة صح ل... صح لأن أسبابها كثيرة وتحتاج قعدة مع الطبيب عشان ياخدها واحدة 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 وفي حاجات بتيجي قبل ما يجيله مثلا اللي هو نوع من النوع الصرع البسيط يسبب دوخه ويروح فعاوز اقول وبعدين النوع اللي يجي مع نبضات القلب النوع اللي يجي مع نبضات القلب يدوخ وبعدين تتصلح نبضات القلب يروح فده نوع بيتعرف على طول يقول لك انا حسيت بقلبي بيرفرف وحسيت اني دخت وبعدين تحصل على الامور مم. يجي كمان للاشخاص اللي عندهم هبوط في القلب. اللي عنده هبوط في القلب ما عندوش القلب مش قادر ي... المضخه تعبانه ما بتطلعش حاجه توصل للمخ. فده برضو بتاعمل. في نوع من ال حضرتك قلت انه في حاله عدم قدره اداء القلب ان هو يضخ الدم المضخه العضلات فمش قادر مش يروح ما الدم ما يوصلش للاطارف وفي نفس الوقت يوصل للدماغ لكن ما يقدرش يوصل لفوق. Yeah. آه عشان كده ده موضوع ليه برضه مشكله في علاجه كتير أه... اظن الاخت قالت على الهبوط ال 15% ده طب اسمح لي دكتور انا امبارح سالت سؤال لانه حد عرف ان حضرتك هتكون معايا قال ازاي النهارده الطرق السريعه اللي ما تدوخش الدكتور اللي يعرف بيها انه الدم ما بيوصلش للأطارف ازاي يعني ازاي انه الدكتور كطبيب يعالج ويعرف انه فعلا الدم الدم يا مش واصل للدماغ يا مش واصل للاطراف لا موضوع الأطارف ده سهل قوي بيتعامل وهو بيحط ما دام في نبض في الرجلين معناها وصل خلاص مش مشكله أه؟ يعني قياس النبض معناها انه الأطارف شغاله فيها دم في, 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 في نص دقيقه أه؟ طيب لازم دي اول حاجه في الكشف هو بيكشف هنا وهنا بياخد الضغط وبيحس النبض في 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 الرجل مادام دام نبض لو خل... ما فيش نبض م. هيسال سؤال يا اما في شكل انه ما فيش دم رايح بيبان الرجل بتزرق وحاجات التريقة. زي كده ده حاجه ودي واضحه بقى دي بقى بعد ما تكون الدنيا خربت يعني طبعا لكن الحاجه التانية. او عدم الشعور بيها يعني لما بيتضغط عليها ده آه موضوع يجي مع تاني بعدين لكن ده ده متأخر كتير يعني. Yeah. لا الحاجة ما أنا يعني يجي لما ما لما حضرتك لي يقول لي خربت إيه؟ جزء من الخراب يعني. يجي يجي يقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتور انا كنت زمان بمشي ومن هنا اوصل بس للحته دية وتقلص في رجلي مش قادر اكمل اروح قاعد ارتاح وامشي تاني خلاص اتحلت المشكلة اسمه انترميتد كلوديكيشن دي معناها في حلت المشكلة يعني مش عاوز اشوفه كمان عرفت التشخيص مش هيكشفها اتعرف. ده ده فانا قلتهم لك سهلين قوي قوي yeah. واحده بالنبض واحده بالاعراض الاعراض والأعراض انه لما بيمشي رجليه تقف ما تكمل تتقلص كده آه زي اللي بيجيله في الصدر نفس الحكايه يجي يمشي آه يوقف نفس الحكايه بتحصل في الرجلين لان الشرايين ابتدت تقفل فده مم. وبعدين دي دي تشخيصها يعني زي ما تقول للعيال مش للرجال بسيطة. يعني اقصد اللي يكون في طالب في الكليه يعرف ما تخرجش لسه يعني دي يا. بسيطه مش كتيرة يعني بس قلت لك يعني اول حاجه ان لو عاوز يجيكش عند الدكتور الدكتور بيشوف النبض في رجليه خلاص مم. وبعدين اذا كان بيشكي في حالات نادره في حالات نادره ان ممكن النبض يكون موجود بس ضعيف بس دي بقى الدكتور لازم يقررها يعرف فرق النبض القوي من النبض الضعيف احنا بنقول مثلا واحد على ثلاثة اثنين على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة وبنكتبها فلازم يكون <applause> عارف الدكتور فلما تكون ثلاثة على ثلاثة معناها ما فيش حاجة ابدا اثنين على ثلاثة برضه لكن واحد على ثلاثة معناها ابتدى ضعف مش موجودة بس ضعيفة فدي تدينا برضه فكرة بس أهم حاجة إن هو بيدينا السيمتومز بتاعته بيقول لنا <applause> أنا لما أمشي ما أقدرش أكمل أكتر من نص بلوك وبعد كده لازم اقف واريح وبعدين امشي تاني انما ما اقدرش امشي المشوار من غير ما رجلي تعب ادي كل العمليه <applause> طب دكتور كيس سؤال من الكنترول دلوقتي حد بيسال ماذا عن زياده كرات الدم البيضاء وتاثيرها على القلب؟ انا عايزه اقول مش تاثيرها على القلب بس تاثيرها على حاجات كتير لما كرات الدم البيضاء بتعلى ايه مشاكل ارتفاع إحنا ده لا يدخل في موضوع القلب إطلاقًا أنا عارفة بس معلش السؤال ده جدًا ما يدخلش اصلا في موضوع <applause> القلب ألخبط إن أولاً هو هو سؤال وبعدين من أول الحلقة فأنا غالبًا ما أقصدش بس نسيته فدلوقتي بإلحاح يعني صاحب السؤال أو صاحبة السؤال بتقول أو بتعيد سؤالها ماذا عن زيادة نسبة الكرات الدم البيضاء في الدم؟ مالهاش علاقة طب إيه نقول لها إيه؟ هي يعني بتقول تأثيرها على القلب ما ما بقول ملهاش ملهاش علاقة بالقلب؟ طيب كويس ده يريح صاحبة السؤال طيب ملهاش أي علاقة بالقلب الصفحات البيضة دي حاجة تانية yeah. إذا كان بيتكلم على الصفحات الصفائح البيضاء دي حاجة إنما الوايت سيلز ده تيجي في الالتهابات تيجي في في اللوكيمياز والحاجات الثانيه بقى لما بنشوف ان عز... نسبه دعوه سرعه ده. الترسيب عاليه في الدم نفهم ان شيء من كرات الدم احنا مش عايزين نلخبطهم في ما الدم مفيش ترسيب مالهاش علاقه بالترسيب سرعه الترسيب سرعه الترسيب مالهاش علاقه وجود التهابات في الجسم لا سرعه الترسيب متصله بالكرات الحمراء مش بالكرات البيضاء يعني برضو بنستبعد لها ان كرات الدم البيضاء بتاعتك تعمل مشكله آه. آه. حتى مع الدم كرات الحمراء هي اللي تعمل الترسيب كرات البيضة بتتعد ويا اما في التهاب شديد حصل لها اي واحد بيجيله التهاب كرة البيضة البكتيريا بتعمل دي مؤقتا لكن اذا كانت مستمره وعاليه لازم تشوف سببها ايه سببها لكن مع الالتهابات بترتفع شويه اه طبعا كل البيضة. ده اللي عايز اقوله يعني آه كرات البيضاء بترتفع لو جه شويه التهاب في الودن طبعًا. او في اي جزء اي حته اي بكتيريا اي بكتيريا تيجي في الزور في الزور أي حاجة. في العين في اي حته في الصدر في كل مكان في الرجل جرح كله ده هيعلي اللي هو ده صحيح. ده رياكشن لكن يعني. ما تدخلش في موضوع القلب طيب اتفضل حضرتك كمل <applause> 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 احنا احنا كنا بنتكلم ما خلصناش لا الدوخه وحضرتك اتكلمنا عنها باستفاضه يعني تقريبا خلاص يعني قلت قلت انا عاوزاني اقعد عشان لغاية. السؤال اللي طرح يعني خلاك حضرتك لا. يعني اعتقد انك اتكلمت باستفاضه في حاجتين فيه. مهمين علشان خاطر المستمعين انا قلت شويه عن الدوخه وانواعها اهم حاجه النوع اللي هو لما يقف يا ودي عرفنا ان ليها كذا سبب تكلمنا عليها اذا كان عنده انيميا اذا كان عنده علاج الضغط زياده عن اللزوم والضغط بينزل فدي حاجات او عنده خوف من المناظر اللي بيشوفها الحاجه الثانيه ان عنده بنسميه النيوروباثي اللي هي التهاب الاعصاب الرجلين أيوة. ده بقى بيسبب ان الدم بينزل في الرجلين وما بيوصلش لفوق وبعدين في حاجه تانية واحد يروح عامل راسه كده ويروح دايخ مع حركه الرقبه فعندنا نوعين بقى م. نوعين النوع اللي هو بيحصل في الكبار النوع اللي بيحصل في الكبار قوي انه بيحصل تكلس ما بين الغضاريف نعم والشرايين اللي بتطلع من ورا من ورا للمخ فوق موجوده وسط هذه الغضاريف نعم. ولما تتكلس ويروح دايس كده يروح دايس على الشريان الداخلي اللي من ورا ده اسمه اسمه الفرتيبرال <applause> ويا نهاري روح واقع على طول يحصل دوخة آه. فده لازم يكون حريص بقى يعني مظبوط فدي واحده مهمه في نوع بقى الزوايا طب لي دكتور دي مهمه خالص ازاي آه. يتعاملوا معاها آه. دي بقى آه. ليها اولا اول او ابسط حاجه يتعاملوا معاها اللي ما يعملش اللي بقوله له يعني إيه. ما يعملش الحركه اللي بتدوخه ما يلفش راسه بالطريقه السريعه او يعني لا بيسموها يعني ده دروب اوف ذا ايجد يعني ده هيعمل كده هيروح واقع أيوة. فلازم يكون حريص على تحرم. ما ده تشيل الكالسيوم اللي محطوط ده لكن اذا رسيت اه جراحين يعملوها وكلها وكل وتتعمل التكال... التكلس اللي موجود ممكن قوي لكن في الغالب بس بيديله نظام في الحياه يعني وضع سلوكيات بس. معينه عشان النوع الثاني بيكون اصغر أول يعني مثلا عمره 60 ستين، 65 ستين ولا حاجه زي كده ويعمل اه يبقى معناها في انسداد في الشرايين الاوليه يعني بيسموها الكاروتيد yeah. يبقى لازم يلحق برضه انت ذكرتيني في مره واحد كلمنا من تليفون من سان دييغو قلت له تلحق بسرعه جدا روح على المستشفى آه. وفعلا الرب انقذه آه. وبالفعل أ... راح يعني عاوز اقول ده كان بس ده كان ظهرت اكتر بانه كان هيجيله ستروك يعني yeah. فدول برضه اللي يعمل اللي تجيله الحكايه دي لما يعمل دماغه كده يلحق نفسه. فأدينا يعني الحاجات المهمة اللي هي تنقذ الإنسان وبعد كده بقى الدكتور الدكتور هيدوخ. دكتور بقى حرام. عموما أشكرك جدا لأنه <applause> أنا عارفة إنه يمكن معلش تعبت حضرتك بس <applause> كويس إن الناس تسمع مجالات كبير لأن في حاجات شائعة جدا وبتحصل وزي ما حضرتك سمعت كل تركيز الأخ المتصل إنه أه بدوخ طب يعني ايه واصدقائي كمان بيقولوا انهم فكويس نتكلم يعني على الاقل نلمس آه. كذا سبب من الاسباب اللي هي بتسبب الدوخه آه. اسمح لي اخد اتصال ونرجع اختي ميري اهلا أهل بيكي حبيبتي اختي ميري من نيوجيرسي ايوه اتفضلي ايوه مساء الخير مساء النور آه. أنا على الهواء دلوقتي ولا؟ حضرتك على الهواء بس التلفزيون برده آه. yeah. آه يا دكتور أنا رجلي وانا نايمه لما اجي ساعات بصحى بتبقى التقلص بيوجعني قوي 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 وبفرد رجلي بالعافيه لحد ما تتفرد اوكي وعندي الصبعين الصغيرين بتوع اليمين بتنمل مش عارفه ايه السبب ده اتفضل صحيح. طب اخت ميري لغايه ما الدكتور يتكلم مع حضرتك من فضلك بس وطي صوت التلفزيون حاضر اتفضل بصي اولا التقلصات مع النوم ده, ده شيء بيحصل مع الستات كتير قوي قوي وش وش ورجاله شويه لكن الستات اكتر ليس له اساس من المرض ابدا مش مرض انما بعض يقول انه ممكن لقله الاملاح قله البوتاسيوم قله المغنيسيوم فانا دايما بقول خدوا مغنيسيوم بس اقراص مغنيسيوم حاجه بسيطه ان راحت كويس اما ما راحتش في حاجه اسمها كواينين يتاخد بالليل ده فما هوش مرض ما هوش مرض ده نمره واحد اللي بيجي له تقلصات وهو بيمشي ده هو المرض لكن وهو نايم ما هوش مرض ملهوش علاقه بالشرايين ولا اي حاجه دي تقلصات في العضلات يبقى تطمني من الناحيه دي وين جبتي اراس المغنيزيوم دي سهله قوي في الماركت رخيصه وتاخدي قرص كل يوم وفي الغالب الامور ما المكانش بقى واشربي سوائل كويس خلي دايما جسمك في سوائل يبقى ده موضوع حكايه النمنس دي يعني انا ما في الصباعين دول دي يعني انا بعتقد برضو حاجه ما تشغلكيش الا اذا كان عندك سكر. انا ما سمعش ان عندها سكر ولا لا هي مش معانا حضرتك طيب. معانا اختي ميري خلاص يبقى بس, خلاص. بس هي الاجابه الاجابه يعني, يعني نشكر الرب طيب معانا اتصال اخر اهلا وسهلا اختي بنت الرب اهلا بيكي اهلا مساء سهل الخير مساء النور ازيك مدام مربت وازي الدكتور وكميل اهلا بك يا حبيبتي اهلا وسهلا حبيبتي انا عندي سؤال للدكتور الحقيقه تفضلي فضل. آه الحقيقه عندي انا عندي هارت فيلر عندي سؤال للدكتور الحقيقه من فضلك اختي من فضلك بس واتي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون خالص اوكي انا عندي فيلر وبعدين باخد ادويه للضغط ايوه اتفضلي ايوه أنا. ايوه إيه كده كويس ولا ايه أيوة كويس قوي كده اتفضلي حضرتك فباخد ادويه الادويه اللي باخدها عباره عن كذا كذا دوا الحقيقه كنت باخد فروسامايت فوري اند هيدروكلوزايد ايوه فايف فهي غيرت فروز فروزاميت ادتني حاجه اسمها تريمستار ستان ايوه باخد هاف هاف عشان ده اي دي ال اي 25 ايوه دوكلوزايد. ايوه وبعدين باخد دواء تاني اسمه ااا آه آآ بامتانيد بامتانيد ما ده دواء 1 ملغ بيتانايد آه ده ده خد ده م... خد مكان الفروسامايد اه اوكي اند سبيرا سبيرونولاكتون سبايرو سبايرو هو اي ثينك 1 ملغرام او 25 لا لا دلوقتي. هو 25 او او 50 كان 25 أيوه. باخد ده لو باخد كمان ايه كارفيديالول كارفيدالول ايوه كان مرتين في اليوم 12 آه في انا 12 اندهاير مرتين في اليوم كويس فطبعا انا يعني لما بخرج بره طبعا كل ده ميه حبوب ميه طبعا باخدها فما اقدرش لما بخرج انا بأ... 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 باخد الدواء كل الصبح الحقيقه دول بجانب بوتاسيوم اند كالسيوم. طيب اتفضلي ايه السؤال؟ اه السؤال هل انا مثلا لازم اخده بالليل الدواء الضغط ده ولا ايه يعني ده هو نقول الضغط انا مش عارفه نقول الضغط بالظبط ونول الميه. انت ما قلتليش دواء اقول ضغط ما شايفش ولا واحد. ولا واحد للضغط؟ اه ما فيش اللي قلتهم لي دول حتى أه. كارف برضه برضه مش للضغط كارفيدالول للقلب كارفيدالول أه. يعني للقلب يساعد يساعد أه. للضغط هو يساعد, أه. يساعد للضغط لكن أه. ده للقلب وايه أه. تاني قلتيلي مدر البول حاجة تاني مدره للبول وبعدين قلتيلي سبايرول مدر للبول عشان كانت رجليا بتورن دلوقتي الحمد لله ما بتشبت أه. بص انا عندي طريقه بس أه. انت تمشي مع الدكتور بتاعك انا ادي مدر البول في وسط اليوم ليه؟ اها لان ما دام انت نمتي وقمتي في الصبح أيوة. مش محت... هتلاقي الورم مش موجود كويس ايه اللزوم ان تاخدي دواء وما في رجلك مش ورمانة فلما تمشي وتبتدي تورم تروحي واخده الدواء يشتغل يبقى بدال حتى ما تاخديه مرتين تاخديه مره واحده في وسط اليوم يشتغل على اللي في الصبح ويشتغل على اللي بعد الظهر بقى... ده طريقتي يعني بره برضه ارجع اخده في بعد في الظهر يعني ما انا بقول فانت ما دام واخداه اليوم اللي قبله في الظهر اشتغل آه. كويس خالص ونمتي لما م. بتنامي ما فيش ورم بتصحي بالصبح ما فيش ورم تروحي انا المش... من ساعه الحياه من ساعه ما خدت اتدتت اخد الادويه دي بتاعت الميه ما عادتش رجلي بتورم بس انا ب... ب... بقول لك لسبب احسن ان حضرتك بتقولي كده لا انا بقول عشان, عشان, عشان انت عاوزه تطلعي بره عشان ما تحتاجيش لانك انت عاوزه يعني تطلعي للحمام. الصبح وترجعي كويس أيوة. فانت لما تاخدي مدر اللول في الصبح هتروحي فين بقى؟ هتحطي حاجه في العربيه وتسيري في الش... يعني هتبقى متعبه. Yeah. فانا بديكي فرصه uh -huh. تتم... الغرض من الطبيب انه uh -huh. مش بس يدي دواء انه يناسب للمعيشه. نعم <نصفح> علشان... كده صحيح. عشان آه انا عاوزك تطلعي وتجيبي اللي عاوزه تجيبيه من غير ما تدوري على دورة الميه كل خمس دقائق. ما ده صحيح وبعدين يعني لما تيجي البيت بعد كده جنب الريستورانت اه بعدين لما م. تيجي بعد كده خدي م. الا اذا كان هتوصلي مثلا لمكان وهتقعدي فيه اليوم كله خدي الدواء معاكي خديه في نص اليوم ويكون عندك مكان هناك تسيري فيه كويس شكرا حبيبتي كويس اشكرك يا دكتور بس ده مش كتير عليا الادويه بتاعت الميه دي كلها لا انا انا شايف انه العلاج كويس خالص من ناحيه الكارفيدالول ده احسن حاجه اديتها والحاجه الثانيه اللي هو مدر للبول والسبايرونولاكتون دول من احسن ما يمكن وفي الغالب انا لما بدي سبايرونولاكتول ما بديش بوتاسيوم لان في الغالب ما بيحتاجش لان السبايرونولاكتون يحافظ على البوتاسيوم فانت بقى شوفي هل ال... لما بيكشفوا عليكي هل البوتاسيوم مستمر كويس ولا محتاجه له لاني نادر انا نادر انا شخصيا نادر اني استعمل البوتاسيوم ما دام استعملت السبايرونولاكتون بس دي النقطه اللي عاوز اقولها فده ممكن يقلل الدواء شويه يعني تبقى مش محتاجه تاخديه انما عدا ذلك في حاجه دواء تاني انت ما ذكرتوليش اللي هو ايس ان هيبيتور وما سمعتوش فهل عندك دواء تاني انا ما سمعتوش انا كلمت الست اللي قبلها كانت ست ولا راجل كان اعتقد اللي كان قلت لازم تاخدي الدواء ده ما آه اللي كان عندها الغده نعم. قلت لها لازم فده في حاجه دواء تاني اسمه ايس ان او ارب ما بقى مديهولك ولا لا شكرا آه ما عنديش بس باخد دواء هيدروكلوكوين ده عشان اللوبس اه ده موضوع مع اللوبس مره في اليوم مره اثنين ومره 200 ملغ طيب. في اليوم تو وما الميوم الثاني اللي بعديه واحد المهم آه عندي أدوية كتير بأخدها الحياة مش عارفة لا ده يعني موضوع بقى ال... لا ده موضوع اللوكس يعني. موضوع تاني ده موضوع الحقيقة تحليه مع الطبيب بتاعك أنا بديكي أقول النصايح من ناحية المرض وعلاجه وعلاجه أنت بتاخديه كويس وما دام عارفة يديك مدر للبول أن يشيل الورم بتاع الرجلين والميه ده احسن حاجه. شكرا حبيبتي، شكرا خالص لاتصالك اختي الغاليه وبعتذر لكل حبايبي المحتاجين يكونوا معانا على الهواء او يدخلوا باسئله سامحوني خلاص فاضل اربع دقائق اقل من اربع دقائق وخليني اسال حاجة برضه سؤال جه من الكنترول بعد عناء يوم طويل وتعب انه الشخص ده بيقول انه هو بيعاني من اه ارتفاع في ضربات القلب بتصل ل او اكتر من 90 مع تعب في العضلات مع شويه يعني شعور انه ما فيش طاقه اه حضرتك تنصح بايه بس احنا دي بقى تدخل تحت حاجتين ومش هنسى عاوز كنت مش عاوز انسى النصيحه اللي كنت عاوز اديها للست اللي كلمتني عن جوزها اللي عنده 15% مش عاوز انسى دي. ايوه اللي هو القلب بيشتغل بنسبه 15% آه، اللي هو تفضل. مدر البول مهم والملح مهم والحاجات دي ايوه عاوز أف... ان شاء الله تكون قاعده تلو... اكيد اتفضل عاوز اقول لها ان في الحالات اللي زي ده بنحط جهاز هذا الجهاز اللي هو بنسميه اي اي سي دي اللي هو بيعمل يقلب القلب لو حصل له آه ضبضات سريعه قاتله أيوه. مميته يدي له آه الفايرنج نعم. ما اعرفش دورة على الكلام العربي لكن هي معناها الصدمات آه الصدمه عشان مهم. يرجع القلب نعم. لازم يحطه له لانه ده الانديكيشن موجودين يعني دي كان فبديها النصيحه دي أنها تروح لاخصائي قلب عشان ده لازم يتحط بعد ما يتعالج كويس من الميه والحاجات دي كلها ده حاجه مهم. الحاجه عن الدوخه اللي متصله بنبضات القلب ممكن الدوخه اللي بتتصل من نبضات القلب تعرفنا ان القلب في حاله هبوط وده ممكن قوي لان لما يكون القلب قلنا بيضخ مضخات قليله تيجي نبضات سريعه يبقى مفيش دم هيوصل للمخ كتير فدي برضو نقطه لازم نلاحظها ناخد بالنا منها, منها في الدوخه لما تكون جايه مع ضيق النفس يبقى لازم ننتبه للاثنين دول فانا ما اتكلم في الموضوع صح. ده لكن يمكن السؤال اكتر يا دكتور انه هل مع التعب بتاع نهايه يوم العمل، هل ارتفاع ضربات القلب لما بتوصل لتسعين او اكثر، هل محتاجه اي نصايح او اي موقف؟ انا يعني بعتبرها يمكن أب اول حاجه هقولها ها؟ اللي بتحصل كتير انكزايتي، معناها يمكن هو بعد ما تعب بيفكر انه يمكن ما خلصش الشغل مظبوط، حاجات زي مجرد كده مجرد مشغوليه مرتبطه هنا مرتبطه نعم. هنا ودي نعم. كتيره الانكزايتي من الاسباب الكبيره في الحاجات دي أه طبعا اتكلمنا على الغده واتكلمنا عن انكزايتي <applause> والحاجات اللي هي بتحصل تبقى ثانويه فعاوز اقول انا ما يعني ما, اعتبرش ده ما دام بيشتغل كويس طول اليوم معناها دي ملهاش قيمه طيب ربما فاضل يمكن اقل من دقيقتين يا دكتور انا عايزه احط برضو روشته مركزه جدا لسلامه القلب للمريض وللسليم كمان نقول له ايه نقول له انك انت لازم تكون انسان منظم في الحياه عندك يومك بت... بتاكل اكل كويس وبتعمل اكسرسايز كل يوم وتلاحظ جسمك كويس ولما يجي حاجه غير طبيعيه تحددها <applause> ايه هي وجع ضيق نفس من الحاجات دي يبقى لازم تهتم بصحتك ده اللي انا اقدر اقوله ان انت تكون حاسس بجسمك وتعرف الحاجه اللي هي غير طبيعيه واحنا اتكلمنا على الوجع الغير طبيعي واتكلمنا على بعض الاشياء الغير طبيعيه وضيق النفس والحاجات دي كلها فعاوز اقول الانسان يهتم بالصحه اللي م -م. هي الصحه المناعيه يعني انا دام عامل اللي اتكلم وقايه قال احسن من ايه خير من العلاج فانا عاوز اقول نصيحتي كطبيب انك عاوزك ما تجيش تشوف دكتور القلب م -م. مش معناها عاوزة تكون في صحة إنك لا تحتاج إلى طبيب لا ده أهم حاجة أقدر أقولها لكن ده ذاك فكرة إنك لو حصلت حاجة لازم تشوف تقيمها إذا كان غير طبيعية ولازم تطلب أمين. العلاج امين دكتور كميل فرج اخصائي امراض القلب وايضا الاستاذ بجامعه امريكا سعدنا جدا بوجودك معنا شكرا لكل وقتك ومحبتك اللي بتقدمها لشعب وجمهور الكرمه صلاتي ان ربي يستخدمك في كل مكان توجد فيه حبائي شكرا جدا شكرا. لحسن متابعتكم صلاتي ان يبارككم رب ويرعاكم ويحفظكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل